يو جايز صافا بخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رمضان مبارك سعيد. نبقى ديما نقول لكم رمضان مبارك سعيد حتى النهار الاخر ديال رمضان. اخي السيد اليوم الشباب معنا السيد، شاب مغربي. فين تزاديت اخي السيد؟ بغيت نقول ولد مراكش. في مراكش، ولكن الاصل ماشي من مراكش. يوتيوب منين اخي الاصل؟ ورزازات. يوتيوب لا شغل ولا قرتينا. الناس ورزازات اخي، راه الاحترام داكشي اللي كاين اخي. لا الناس ورزازات الرشيديه هادو معروفين اخي في المغرب المعقول. تحيه لكاع الناس ديال الورزازات والرشيديه. با ياسين مرحبا بك اخويا، ما عندي ما نسالك، راك مواظب على اللايف خويا. دليله صافا بخير. سناء صافا. الشباب مرحبا بكم. غندير واحد 3 دقائق 4 الاولانيين نجمعوا الشباب ونبداو اللايف. اليوم حلقه فهمتي تكون ناضيه الشباب. واحد من الشباب المغاربه، انت راه ايوب راك تبلك عشيري ازاي. واحد من الشباب المغاربه اجي عاودنا القصه ديالو. عاود كيفاش تعرفنا اخي الزاهد، كيفاش تلاقينا مزيان حتى الشباب يتانسبيراو. شحال دابا الفرق ديال لاج بيني وبينك؟ 6 سنين. 27 عام عندك؟ 27. انت ولد اش؟ 88. انا 33 سنة. هي هذيك 6 سنين. 6 سنين. او الزاهد هادي عاود لنا التجربة ديالو اخاي، وكيفاش دخل عالم لونتربرونيا، وتجاوب لنا اخي الزاهد على واحد السؤال اللي كيتسالو وانت تيقهرني. شنو؟ راه بغيت نبدا ولكن ما عنديش الفلوس. بغيت نبدا ولكن ما كاينش اللي يعاونك. بغيت نبدا ولكن فهمتي تقول لها ودي راه سير قلب ليا على شي سبه اخرى. اما الفلوس ما بقاش دابا هي المشكل، ولكن باقي الناس كيتشكاو الفلوس 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 الفلوس. مرحبا الدراري، مرحبا. يلا دز دقيقه. هاو از جوين اخي الزايد؟ الحمد لله. اش الزايد الشباب جا عندنا اليوم من مراكش؟ اي ميس مراكش. الله يلا. جاي عندنا من مراكش، جيت اخي حتى لكازا، فطرتي في كازا عاد باش كملنا الطريق. مرحبا بك اخي في الرباط. الله يحفظك. الرباط كيف تجيك اخي ازاي؟ اخويا كلاس. كيقول لي تيقول لي الدكتور بوبو حسيت اخويا مراكش، قال لي مراكش راه بحال تلعب في البطوله والرباط راه تشامبيونز ليغ. لا كلها مارشي فيه. شوف لي دافونتاج لي زان كونفينيون ديالو. مي الرباط تبارك الله عليك، بليت كنهضر مع واحد الدري الرباط وكازا كيجيو يتجمعوا فيهم طاقات ديال المغرب. صراحة اخي مراكش كنتي عندنا انت اخويا ومشي جي. لا انا شكون انا بنت الله تلعب. لا ما كاينش ديك الكوميونيتي ديال لي زونتربرون. يلاه كتبان دابا مزيان اخي الزايد جمعو مزيان. انت راه مشيتي للغربه ودرتي الكوميونيتي، عاد انت واحد في الكوميونيتي هنا. انت اخي الزايد جمع لنا بو ايوب. فين اخويا مرشيش؟ لاباس عليك. قال لي الله الله على بو زايد. انت وبا الله يعزك. السلام من ايطاليا. مرحبا لالا كاميليا، الله يحفظكم. الشباب نبداو، غنبدا مع الزاهد. بقات بريسك واحد الدقيقه وغادي نبداو، وغادي نديرو الدراري تورن اوف كومنتينغ باش حتى واحد ما يكومونتي وتورن اوف ذا كومنت. وديك الساعه نتوكلوا على الله. تبارك الله عليكم الدراري. المهم هاد الحلقه هادي جو سوي سور فهمتي. شفت واحد الورقه وستيلو ويسجل شي لعيبات راه غادي تسير، فهمت غادي تسير. سيرتو الا كنتي اونتربرونور باقي على الله باغي تبدا ولا بادي. لحقاش اخي الزايد انت ما خديتيش الدم حتى تضربتي عامين بطبيعه الحال، عامين ديال الخدمه. وممكن من منها نقدر نقول لك 6 شهور ولا 8 شهور ديال البروتوتيب وديال الله كنتيستيو مزيان. ودابا سؤال قبل ما ندوزو للحلقه، يعني الدعم ممكن ياخذ واحد الله باجي؟ انا عارف الجواب ولكن حنا شحال من غادي تفرش بطبيعه الحال. يلا باجي ممكن شي واحد الله باجي ياخذ الدعم. كاع هاد الفرص اللي غنهضروا عليهم ان شاء الله اليوم فيهم جوج ديال الحوايج. يا اما كيتسمى البري كرياسيون، يعني قبل ما تقاد الشركه ديالك ولا انت يلاه عندك فكره، كاينين دي برو يعني فرص الدعم اللي عندك فكره تقدر تدفع عليهم. وكاين اللي وانت بادي ما يهضروش معاك لما كنتيش بادي، وهاد ما يهضرش معاك لما كنتيش بادي. فيها عاوتاني جوج الحوايج. احنا نجيو غير الزايد ديك البدايه شويه ولا غنديرو تورن اوف كومنتينغ. الدراري ورقاو ستيلو، الخدمه يتوب عليك اخويا الله يعزك. اجيو التورن اوف ذا كومنتس. صافي واش اخي بدا معاك اخي الزايد مان الاول دابا ستار. عاود لي اخي الزايد باش تزيد في مراكش. في مراكش شحال دابا في لاج؟ 27. يلاه درت 27. شنو تزيد في شي كارتي باخر ولا شي كارتي؟ تزيد في المسيره، في المسيره في الاحباس بالضبط. يوتيوب. فين قريتي الابتدائي الاعدادي الثانوي؟ قريت الابتدائي في البريفي في مرومانار، من التحضيرات السادس ومن السابعه حتى الباك في البوبليك في العمومي. يوتيوب شنو زعما اللي تبدل من البريفي وليدي ما بقاش غادي نخلص عليه البريفي بكل بساطه.
كان فرق كبير صراحة يعني مي كتخرج للبيبليك كتتلاقى مع ولا الشعب ديال المعقول تلاقى مع بنادم حرج فوالا باش داك اللي كتصيف طمو كتيلي كتري الفوالا داكشي اللي كاين في البريفي كنت مور في البيبليك واحد النوع اخر ديال التنمر فهمتي ولكن ملي جيتي للبيبليك عاد بالك التنمر ديال المعقول ولكن تما فين تكون صراحة الشخصية تما فين اكتسبت واحد الثقة ديال النفس في راسي انني يعني نقدر نهضر مع الناس انني نقدر ندير بلاصتي وخصوصا كتقرب بنت عمرت وبنت عمرت راك عارف فين جات راه ما بين ازلي دواري زيكي وكنهضروا على الدواري الحسني جيو يقراو تما والحي الحسني حتى هما نزل الحي الحسني وشنو سميتو داك السيدي سيدي مبارك سيدي مبارك كانوا كيقراو معنا حتى هما تما يعني التجمع لكن واحد التجمع كاش تجمع ديال الاخيار والاسرار داكشي اللي قال ولكن كانت تجربه زوينه يعني تما فين كتحس وشنو وفي 5 شنو الشعبه درتي 5 كنت تفرضات عليا الشعبه ديال العلوم واخا ماشي شي حاجه اللي كنت انا مزيان فيها يعني من الصغر كنت ضعيف بزاف انا في القرايه ديالتي مع الاسف علاش كان عندي مشاكل ديال التركيز كنت انت داك النوع اي دي اتش دي لا تشخص بها في كورونا من عند الطبيبه يعني تشخص انني عندي واحد الخلل في دماغي في الطريقه ديال كيفاش نقدر نركز يعني نجلس معاك كنفكر في 100000 حاجه في نفس الوقت هذه واحد المساله كيدوز منها الناس عادي لا اخي انا الى يومنا هذا انا تنبسس تنقول خليك مكونسونطري مع هذا السيد وي بالميديتيشن باش كنحاول نحل هذا المشكل خليك مكونسونطري مع هذا السيد خليك مكونسونطري وحق ربي الا تنكون في اجتماعات مهمين قبل ما نقول مع امن واش نقول نريت صاحبي راه خليته كيدوي دابا شي 5 دقائق انا ما كنتش معاه نحاول نشد فين نوصل وي هذه المساله كتكون يعني هذا الاي دي اتش دي كتعني الاتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي ديزوردر اللي هو بغيت تطير كتكون عندك فهمتي حركه يو جايز العباد كتكون فيك هذه القضيه هذه يعني دابا 11 الليل وكنهضروا بحال يلاه فقنا في الصباح فهمتي يعني وهذا هو المساله الايجابيه انه عندك الانرجي كتكون كرياتيف كتكون مبدع ولكن جانب الابداع يعني كطيح لك 100000 فكره انا كنتفرج فيلم وكنقد فيلم تمام وتبقى تدعو تنقول لا كنت دير ليها هكا كاع تكون حسن تمام ما يبوش صاحبي البطل هنا كان يزيد يضرب به واحد شويه عادي نفس المساله كتوقع ليا صافي من بعد راه ماشي دابا راه شحال من واحد تتفرج فينا جوج السر القليله واحد 10% كيعاني وتيصحابو فهمتي راه ما يجيش يدير والو في حيت يقول لك انا ما قادرش نركز تمام راه في الامريكان شفتوا الاحصائيات مؤخرا فيها شي 60% 70% ديال الدراري الصغار في الامريكان مشخصين بالاي شي حاجه خويا كياخذوا الدوايات هذا باش ياخذوا الدوايات باش يكارميو هذا الدواء باش يقتل الكرياتيفيتي ويقتل الراس لا بالعكس اخي انا تنقول شوف خاص تكمل بشي ناس اخرين كل واحد تيكمل انا ما نقدرش نكون هو الغيثاني تيركز تبقى تابع الحاجه تابعه تيساليها انا كنمرض راسي الا بغيت ندير هذه اللقطه هذه دونك شنو كنقول ليه حنا مفاهمين تنجي تنقول ليه تيقول لي انت غير قول لي شنو بغيتي يطرا وانا غادي نخليه يطرا دونك فهمتي مزيان هو حتى هو تبارك الله دماغ ود الكرياتيفيتي ديالي زايد ليكزيكيسيون ديالو فهمتي هادشي راشي تيقون عنده بصح فهمتي وهادشي اخي علاش الناس داروا باش نكملوا بعضياتنا داكشي اللي شي واحد يقول لك واه اخويا تمنيت انا نكون واعر بحال هذا او برو انت واعر اي واحد واعر بشي حاجه تمام ففي نفس الوقت اللي كنقولوا كاين حوايج ايجابيين الا كنتي مشخص بهذه الكونديسيون هذه الحوايج السلبيين هو ضعف حاد في التركيز كلنا فينا ضعف في التركيز زيد على هادشي ديال السوشيال ميديا والتليفونات خلقات مشكل كبير في المساله ولينا كل دقيقه نوتيفيكاسيون مثلا انت لاحظت دابا داير داك العباد ديال داك في الايفون يا اما الهلال يا اما كذا باش كيتبلوكاو لي زابيل وكيتبلوكاو لي نوتيفيكاسيون ما طلعش عندي نوتيفيكاسيون من الفوق انا ما تنشوفينيش نور 12 نور 10 الليل نور 10 الليل ما كاينش ابل انا دايرها تيقولوا لي ويلا مات شي واحد غدا غادي نمشي واحد اصلا ما نقدرش نصلي عليه دابا مات مع 12 الليل اللي مشينا كنجريو عنده شنو غادي يطرا تماما صافي حتى ان شاء الله انا دايرها من 9 الصباح من 8 الصباح 9 الصباح حتى الشيه حاجه اخرى حتى نقولها وحق ربي ما عنديش نوتيفيكاسيون ديال انستغرام او تليفون لا نوتيفيكاسيون ديال او ما الدراري هذا تليفوني باقي راه حيت لي اليوم وقال 11 ما ديرش ليه لا باش تواد مي يتصل ولكن دابا ما كاين حتى نوتيفيكاسيون هاد المساله هادي انستغرام مي حتى نوتيفيكاسيون يوتيوب واتساب حتى حاجه لا واتساب بوحده واتساب الخدمه صافي انا واتساب لما تدخلش ليه ما نعرفش واش وصلني ميساج لا واتساب على قبل داكشي ايرجون صافي اما واحد في السوشيال ميديا بغى يرفع عليك راسك تمام صعيب فاللي الحل اللي درته دابا خصوصا يعني عندي واحد 40000 متابع شنو كندير كنخصص
واحد نص ساعه ولا ساعه في النهار فين غنجاوب تقريبا على كل شيء وماشي ديما كنطبقها مع الحساب فهمتي. فانا ما كرهتش السوشيال ميديا نستعملها غير ساعه في النهار انا جد كافي يعني البوست داكشي اللي خصني بوستي نتفاعل مع الناس في واحد نص ساعه خرج صافي ما يمكنش طوب مستحيل. 5 او 6 ايام نكمل لك على مساله 5 ايام. سير في 5 ايام قريت كنت علمي يعني ترونكوما علمي وعانيت فيه فريمون بزاف. وهاد القصه ديما كنقولها في اي كونفرنس مشيت ليها في اخر امتحان كندوزو في الفيزيك شي واحد ونصحقت فهمتي كان هذاك هو يعني كان واضح باللي انا داكشي ماشي ديالي وانا ما داريتش اي حاجه علميه. تما كان وقع لنا شونجمون انه لقيت باللي راه كاينه شي حاجه سميتها شعبه الفنون التطبيقيه اللي تقدر ديرها في 6 ايام في الباك. وهاد الشعبه هادي هي فين تخرج الكرياتيفيتي ديالك. يعني كتقرا الفنون كتقرا الديزاين كتقرا الديزاين دانتيريور الديزاين ديال الكوميونيكاسيون وكتخدم بيديك كترسم كتصبغ. وانا من الصغر بزاف وانا من الصغر كنت كنرسم. فمن تعطاتني الفرصه اني نقرا الشعبه هادي في ام 6 في ليسي ام 6 في نفس ليسي في قريتي انت خليك اللي صولا حتى فيه البارك. لا كنت فيه واحد جوج سيمانات هادي يوتيوب فمن تعطاتني الفرصه اني نقرا تما الحمد لله كانت واحد التجربه واعره. جيت في السيزيام الاول على صعيد الجهه وفي الباك الاول على صعيد المغرب ما عرفتش واش بقى عاقل على نفسي. ويلا 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 مبروك الله يخليك تضرب معاك الاخر على صعيد المغرب. ما عرفتش الدراري الاخر على صعيد المغرب مع الاول على صعيد المغرب. كنا انت اخي ما عرفتش بقى عاقل على هذه المساله وكنا انا كنشهد عاقل عليها بالضبط. من جيت الاول في السيزيام خرجتيني تعشينا في واحد الريستورون بلا ما نذكر سميتو وفي الباك حتى هو خرجتيني وتعشينا في واحد الريستورون وفي الباك فاش كنتي هضرتي على كاشفير طايب وعقل بالضبط شنو كلينا وكلين اول مره غناكل كروفيت رويال والقرش كليتو معاك انت الله يسلمك. ورجعت للدار كنقول لهم انا رزي واش غنخلص عليا بهاد الحاجه لا لا الله يزيد تستاهل الحمد لله. انت شوف اليوم شوف اليوم فين شوف عرفتي بحال اللي قلت اخي هذاك هو العشوار اللي كنعشر انا واحد بضع شباب شحال غادي يقول لك دابا علاش ماشي انا انت اخي كيفاش تتعرفني ف سي محمد شحال واحد تيجي تيبغي دابا اجي الدراري دوي على راسي مزيان خير هذا جيتي جلستي قدامي وحق ربي في العام العام كامل راه يزايد كتلقاني زدت شي جوج ديال الاشخاص الغيساني كتلقاه زاد 100 شخص عرفتي انا راه داك تصور بلا ما تيجي تدوي معايا السلام صافا بخير خا يسيمو بنا تعرفوا حنا كنديروا كذا 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 تبني زدت شي عندك النمرات تنقول ليه هذا سميتو محمد الغيساني اتصل به دوي صافي انا كوخي زيد دير انا ما عنديش مع ديك كثرت السيركل ديالي صغير ناس محدودين و سبحان الله حتى ما باش ما يجيش علاش اخي زيد مع شي ديك النهار واحد الصديق رغم ان هذاك تنعرفو جا قال لك علاش اخي ما تديرش معنا بحال زيد كتجي قال لك كيفاش نقدر نولي انا صاحبك بحال عبد الرحمن وقت ما جيتي المره جلس معاه هو السيركل ديالي هو داك السيد راه كنعرفو وتنحترمو فهمتي السيركل ديالي صغير هاد العام هذا نكون زدت السراده ولكن حتى الناس اللي خصهم يعرفوا هو انه مثلا جا سيمو مراكش وسول فيا ولا قال لي اجي نتلاقاو راه من مره من عشرات المرات اللي كيجي لمراكش وما كيقدرش يقولها حيت مشغول وانا كنت فاهم هاد المساله وانت اخر شحال من مره تدو معاه تقول والله اخي زيد كنت فاهم صافي يعني كتعرف بلي كل واحد عنده عاود لهم ولا سمحتوا لي شوف هاد النقطه هذه بالضبط اش كيقول لك في البرينسيپ تيقول لك ملي كيكون وقتك عامر يعني فيه اهداف ملي كيكون عندك اهداف قرب خير يضل لهنايا ملي كيكون عندك وقتك عامر وعندك اهداف تيولي الانرجي ديالك والوقت ديالك غاديين وكيوليو بحال السهم غاديين وكيضياقوا يعني حتى الكتاب اللي غتقراه كيولي كيكونفيرجي مع دوك الاهداف ديالك ما كتقراش اي كتاب الناس فاش كتفيق في الصباح وكتقول بغيت نتلاقى مع شي واحد عقلك بوحدو كيمشي للناس اللي غاديين معاك في دوك الاهداف يتوبي. يعني اللي بقى كيكون عنده شي غتلاقى معاه غير باش تشرب قهوه غتلاقى معاه غير باش تضحك هذا كيولي هذاك عقلك بوحدو بروغرامي ما كيفكرش فيه اصلا من الديبا اللي كيلقى راسو عنده السيركل كبير بزاف والله الا خير هذا خصني نجيبك شي حلقه بالرب انت هو الناس هاي جاكالين هذه الحلقه لا لا شوف والله الا رضا لا رضا جي سوي السيره ديال كل الحلقه ديالو ذا بيست شوف ماشي زعما خي زايد انا لا 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 رضا هو رضا جديد لا والله الا خويا غير تكلي لي حتى الوجوه بحالكم الله يعزك الله يعزك لا والله الا التجاري خصوصا ليكسبيريونس ديال افريقيا ناري الا عاود لنا ليكسبيريونس ديال افريقيا وشنو طرا في افريقيا اسكون الله كيفاش تعرفنا اخي الزاهر فكنتي انت الصديق ديال خويا الكبير وخويا اللي صغر منه
وكان ديما سي محمد كيجي عندنا للدار وكيتلاقى معاهم وصافي. ديك الساعه شحال كانت عمرها انا 12 عام 13 عام يعني كعاقل انا 2007 2008 فاش كنتي كتجي عندنا قدام الصداره واللعبات اي شحال داك تي ماكس واللعبات تي ماكس هاي واحد الماديز سونتي المهم انا كنعرف انا شي موطور طويل تي ماكس فكان ديما كيجي عند الاخوه ديالي وكيجلس معاهم وكانوا حتى هما تبارك الله راه يعني تيفكروا في نفس النيفو نفس الاهداف يعني عمر ما كنت نشوف كيجلس مع شي واحد يتقوى معاه فقط من اجل انه يتقوى معاه. فمن تماك من تكونات العلاقه ومع الوقت انفو بديت كنكبر يعني وصلت داك السيزيام والباك كيبدا يسول فيا شنو كدير دابا شنو اختاريت هاد الشعبه ديال الفنون التطبيقيه وراه ها شنو تقدر دير راه كاين فريلانسين يعني في داك الكلاس الصغير كان كيزرع عليا واحد الافكار اللي شيطاني يعني كان الافكار ديال ماشي داك الشيء اللي سالي باش تخدم مع الدوله الافكار ديال متطرفه سالي باش تمشي للفريلانس تمام وعلما انه هو كان خدا طريق اخرى مختلفه تماما وقت ما كنت نهضر معاه على راه بغيت نحبس القرايه وندير شي حاجه اخرى ما كانش كيشجع تيقول لي القرايه هي الاول ما مره ما جات القرايه هي الاولى وحتى توصل لواحد النيفو في داكشي اللي خدام فيه انت يكون كيدخل لك شي فلوس اللي خياليين وكونسيستنتلي يعني شهر مورا عام عاد باش فكر انا كتخرج من القرايه وشوف فشجعتني بزاف انا ما قطعتش القرايه ديالي وهادشي اللي كان خديتي الباك وي خديت الباك وكانت هذيك واحد النقطه تحول في حياتي حيت شنو صافي خديتي الباك وتحلوا لك الافاق كتشوف بلي كاين بزاف ديال الحوايج ما دير وكنت ديك الساعه مازال في ديك الرحله ديال التعرف للذات يعني واخا كنشوف راسي جبت الباك وجيت الاول في المغرب واستقبلتنا الوزاره عطاونا جوائز لعيبات عطاونا بي سي راه شي دار كاين فهمتي وي يعني ترجلوا معنا بزاف ديال الحوايج ولكن كتقول مازال انا ما عرفتش شكون انا ما عرفتش شنو ندير فخديت العام اللي من بعد الباك ما قريتوش وانا هنا كنحب الله خير والله خير هذا دابا العيد تقى الله ما تقول لي ما عرفتش شكون انا غادي يدخل لك في الفلسفه عرض عشيري مزيان فهذيك كان هذاك العام هو الفرصه اللي غنكتشف فيها شكون انا باش شنو درت حبست عام ورا الباك ما قريتوش وخدمت على راسي حاولت نطبق داك الشيء اللي تعلمته في السيزيام وفي الباك خصوصا اني كنت كنخرج على المقرر يعني كانوا كيعلمونا فوتوشوب خصك دير هذيك كنت كنمشي كندير 3 ولا 4 منها فطلعت النيفو ديالي في الفوتوشوب في الاليستراتور وبديت كنفريلانس فبديت كنخدم مع عاودنا على التجارب واش انت دابا الباك مشيتي من وراء الشيكور ولا ريحتي تفريلانس لا ريحت الباك في لافاك وريحت الفريلانس هذيك اللعبه ديال كنت تسمى لي الباك كنت المسؤوليه روح دابا صافي كنت مع اللعبه هذه معروفه ديال كتمشي كتحطو في الجامعه وكتمشي تقضي فحطيت الباك ديالي في لافاك وفي ذاك العام بديت كنخدم مع الكليان وبديت كنجرب انه شي حاجه كتعرف ديري بيديك تقدر تدخل لك الفلوس من الانترنت باش بالفريلانس اشنو كنتي كدير اخي تقاد لي لوغو لي زافيش عاد كنهضر معاك ديك الساعه في 2012 2013 ف يلا بدات الموسم ديال تقدر دير دي بروجي في ديجيتال ايتترا فكانوا الناس كيتعطاو لهذا الشيء بزاف وكتخدم مع كليان على برا ما كتخدم في المغرب مزيان انا تقول حتى السيت هذا اخي فاش كنتي كتخدم في بالعكس انا راه ما دابيا الشباب يتانسبيراو ويمشيو ما يبقاوش يديروا لنا ما عندي باش ندير راس المال كيفاش ندير راس المال انا شنو نقول لهم سير تعلم شي مهاره وهي تمام فهذيك المهاره اللي كانت عندي مساله ديال الديزاين سيت اللي كتخدم فيهم ديك الساعه كان فريلانسر وكان واحد السيت اخر ابورك لا ابورك خدمت فيه من بعد ابورك وفايفر داكشي خدمت فيه من بعد ولكن خصوصا كنت خدمت في ابورك وخدم ليا فريمون مزيان مي ديك الساعه فريلانسر ولكن انا نقول هذه المساله هذه حيت الناس كيقلبوا على داك فريلانسر دوت كوم الناس كيقلبوا على داك الربح السريع يعني نقدر نقول لك اخويا سيمو فريلانسر دخلت منه 20% من داكشي اللي جمعت داك العام كنت جمعت واحد 4 المليون مزيان ياك ولكن الباقي كامل منين دخلته انا كنعرف نهضر بلونجلي ياك وكنحضر لدي زيفينمون اللي ديك الساعه كان بزاف ديال زيفينمون ديال ستارت اب ويكاند لقيتو عاقلي كان واحد ستارت اب ويكاند 2013 2014 كانوا بزاف في المغرب كل ويكاند كاين واحد ليفينمون ديال لي ستارت اب وكتلقى حاجه كتعجبني انت هاد القطعه هادي ديما كنشوف في الانستغرام ديما كنحضر في لي زيفينمون تمام انا كيجيني 100 ايفنت في العام كنحضر واحد والله المهم انا خايف راه شي حاجه زوينه راه تنقول لك انا زعما هادي فيا خايبه وي فكنت كنحضر على زيفينمون بزاف وكتطيح على بنادم اللي جاي بيتشي الستارت اب ديالو قدام واحد اللجنه ولا شي حاجه كتقول له شوف انا قد لك الديزاين وعطيني قد فكنت كنبيتشي بنادم ياك هادي من جهه اخرى غير من الفيسبوك كان ديك الساعه غير الفيسبوك ما كان انستغرام لا والو كنهضر مع هذا وتعاملت معاه مزيان كندير ليه ديسكاونت نقدر كاع نخدم شي ناس فابور وكيريكومونديني فهمتي فكان اكبر كليان ديالي خدمت معاه كان من البحرين تخلص معاه واحد 800 دولار مازال عندي الروسو ديال ويسترن يونيون ديالها الى يومنا هذا كانت اول فلوس غندخلو من على برا فهمتي هي دخلات شريت بها ماك بوك برو انفيستيت ديك الساعه وشريت واحد الطابليت غرافيك واللعيبات وبديت كنخدم
الله الا كنحتارمك الله يحفظك. فكان هذا ومن بعد خدمت مع واحد الجمعيات في الانجليز, جمعيات في جنوب افريقيا وجمعيات في امريكا. هادو قلت لهم تقاد لهم لي زافيج ديال لي زيفيرمون ديالهم. كان عندهم كل سيمانه ايفينمون كنقادو غير ب $50 في الانجليز, كنقاد ب £70 £60 مزيان. وهكا كيفاش داك العام قدرت نجمع واحد راس المال وبينت لوالدي بلي انا كابابل. ولكن باش نكون معكم واضح, انا عندي الزهر انه عندي واحد الوالديه اللي تفهموا وتقبلوا انه واخا جيتي الاول في الباك وبغيتي تحبس مورا الباك تقدر تحبس مورا الباك. من واحد جا هما من واحد جا انت الاول على صعيد المغرب بزاف, خصوصا انني شفت دراري وبنات قراو معايا, خصوصا واحد البنت ما تنساش ليا كان جاب شي 13 في القسم ومع والديها تبارك الله عندهم الفلوس خلصوا عليها في سبتمبر. كتبارطاجي في فيسبوك بلي راهي في كاليفورنيا. دابا في كاليفورنيا كنت كتصور نتاعها قير فهمتي, تقاتل الجيش بجوع النقطه. وكنا راك حتى مازال ساكن في المسيره واش باغي يستقبل الواحد. وكنقول الانسان ملي كيتزاد حتى تيموت في امتحان الاشكاليه كثر وما الخوت تيحاول ينقل من الورقات الاخر. هذيك عندها واحد الامتحان في كاليفورنيا, حتى عندك امتحان في المسيره تمام. فكانت المساله صعيبه, ولكن كيف ما قلت كانوا واحد جوج الاباء اللي كانوا والديا متفاهمين, وكان في نفس الوقت كانوا واحد جزء ديال انني انا عندي معاهم واحد العلاقه اللي نقدر نقول لكم مثاليه, يعني ما كنخسرش لهم خاطرهم, فاهمهم شنو باغين من عندي, كنعطيهم داكشي اللي بغاو وكنعانيه. يعني بغاو يشوفوني كنقرا كنقول لهم شوفوا انا كنقرا, وكنكومينيكي معاهم مزيان. يعني كنقول لهم شوفوا انا ما نقدرش نجي في هذه الماده هذه مزيان, ها علاش يعني. وحتى والديا صراحه ربوا فينا مساله ديال التحاور معاهم, داكشي علاش انا ملي كنخرج كيقول لي كيفاش كدير انت كتهضر قدام 500 ديال البشر 600 ديال البشر, واش شفت امي وبا كيديروا هذه المساله هذه فهمتي. وما كيجيو للدار يقدر الوالد كيشوفني كندير شي حاجه غلطه كيفسر لي علاش حاجه غلطه, ونقدر نتقاجع معاه بهذا المعنى هذا وخليني نتقاجع معاه. ما يقولش لك سكوت. لا سمعتها معلم, حنا كبرنا في الميلي شوف يعني الصلاه اللي كان كيدخلوا محدود, يعني بزاف ديال الحوايج اللي كنت كنحلم بهم انا منهم بيكالا ما عمرها تشرات ليا فهمتي. يعني حوايج صغار, يعني موطور باش تطلب انا وتشري لك, ما عمرها تشري لي موطور. ف واش عجبك انا عجبتني هذه اللغه اللي قلت على حقيقه راه 90% اللي تيتفرجوا فينا يكون في نفس السيتوياسيون ولا يجي يكون احسن منا. ثاني راك بخير تمام هادشي شحال تقول لي انا راه ماشي شريوش ليا والديا, راه سيرتو حنا في مراكش شنا الموطور لا موطور شي حاجه اساسيه موطور شي حاجه اساسيه, وانا والديا ما شراوش لي حتى موطور. هذا الصفا واحد راه ما شراوش لي موطور واحد ما شراوش لي كانت شي حاجه يعني كانت شي حاجه ضروري يكون عندك موطور الا كنتي انت كتقرا في الليسي. كاين اللي من الكوليج هو عنده موطور ما قلتلكش تنقل بلا بيه في مراكش صافي ضرب. شحال جمعتي فداك العام ديال شديتي الباك ريحتي عام سد عليك تقريبا واحد 4 مليون 4 مليون ومشيتي تقرا بها على برا. فوالا دفعت لواحد الجامعه على برا ودفعت ليهم وعرفت بلي داج هما كيعطيو واحد المنحه ديال 50% تعطاتني منحه ديال 50% وانا مازال في المغرب. ولكن ما خليتش قضيه خيت زايد نقاطعك هنا زعما ملي سمعت ليستوار واحد جوج حوايج مزيان تقولهم بان انت اون باراليل فاش كنتي كتقرا ديفلوبيتي سكيلز ودافونسي لغه وي هما اللي خدمتي بهم. لا مهم انا واخا تكون كتقرا فيزيك مات لعيبات رياضه ديفلوبي شي سكيلز اون باراليل واللغه تمام. تقدر كاع داك القرايه ما تعطيكش ولكن هاد البارتي تقدر تعطيك مزيان راه حتى اللي خدمتي بها. راه مثلا كان عندنا باش نيت هاد القضيه والله لا عاونات سكيلز كنقولها كنعاودها خاصها تكون عندك. وكان نقول لك شنو يقول لك اخويا الغسان يقول لك انا ما حلتيش السيزيام والباك انا مستريس ما عنديش اصلا الوقت باش نتعلم شي حاجه. انا نقول لك كيفاش كنجاوبو والناس اللي كيتفرجوا فينا دابا يديروا هاد التست هذا ولا يديروه من بعد ما يخرجوا من هاد اللايف هذا. حتى انا درتو في ايفينمون فيه 600 واحد كيقول لك ما عنديش الوقت كنقول ليه جبدي السكرين تايم ديالك كنلقى فيه 4 السوايع ديال التليفون في النهار كيحل السكرين تايم واحد البنت لقيت عندها 10 السوايع سيزيام واحد في 5 8 السوايع راه بزاف 8 السوايع في النهار دابا التليفون يفضحو تماما دابا كنقول لهم هاد القضيه كنطرق لهم على صباعهم حتى مازال الجو معاهم وهي راه مساله ساعه وهي ماشي دير الوقت بزاف غطيح في بياج خير اللهم دير شويه كل نهار. هاد المساله كانت عاونات بزاف ديال اللغه بطبيعه الحال كنقولها كنعاودها وغنقول لك عاوتاني انا جايك فين عاوناتني قبل ما نمشي للجامعه كنشوف عطاتني بوكس 50% وناس اخرين دفعوا معايا اللي جايبين 10 ولا 12 في الباك عطاتهم حتى هما 50%
ما تصلطاتش ليا الله يسخر ليه، ولكن انا كنستحق اكثر. وانا نصيفط لي زيميل للجامعه، الرئيس الجامعه، نائب رئيس الجامعه، الدويان ديال الديبارتمون، باللي انا كنستحق اكثر، وهو الدليل على انني شفت هذه النقطه 50 بحال فوالا فهمتي. فما خليتش البيبان اللي دقيت عليهم ما تجاوبوش معايا، علاش؟ من بعد اكتشفت بلي الثقافه ديال ديك البلاد لا تركيا لا قبرص فين قريت انا ما عندهمش مع الايميلين فهمتي. يعني خرج المغرب ضربوا بحال المغرب. فشنو اللي درت؟ غامرت وهزيت دوك الفلوس. والله اللي حد الان كنفكر كنقول الله يرحمك انا باش درت ديك المساله، حيت والديا ما قدروا يعطوني حتى شي ريال من غير الوالده تعاونت معايا بمليون سالف. قلت لي شوف انت راجل خصك تمشي دبر على راسك، وانا غنفينونسي كل عام نحاول نعطيك مليون، ولكن انت من بعد غترجع لي الفلوس. والله الا ما عندك من تخرج درت لي ديسكاونت، يعني كل عام مليون و4 مليون درت لي ديسكاونت رجعت لي جوج. والله مزيان. يعني ما كاينش اللعب، هادشي درته مع خوتي كاملين. وا مزيان اخي، بالعكس انا ضد هذاك اللي تيقول لي غير هاك غير هاك غير هاك، تتعلم تصحاب الناس سايبه عرارونيه فين غتعطيك الشري. داكشي اللي كاين. ففعلا مشيت تماك درت مغامره، الجامعه سويت 8 مليون بوكس 50% كتولي الجامعة سوي 4 مليون، أنا دي معايا 4 مليون، غنخلص الجامعة 2 مليون ديال السمستر الأول، غتبقى لي 2 مليون، ديجا 5000 درهم منها مشات تركيش أيرلاينز باش قطعت الفول، ديك الساعة ما فرنسيش واش كاين دي فول رخص، خلصت 5000 درهم باش نوصل لقبرص، إسكار في إسطنبول، يعني بقات لي تقريبا 1 مليون ونص، مشى منها السكن شي 13000 درهم ولا مع 14000 درهم، بقات لي تقريبا شي 1000 درهم باش نعيش، يعني عندي باش نعيش الشهر. والبلان هو انا قبل ما نسافر الوالده قالت لي والد معك واحد البطاطا ديال السلو. قلت لها والد اش انا يا سلو والله داك شنو غندير نمشي نزلو هذاك السلو ولا جيب داك السلو والله حتى هو باش عشت واحد السيمانه قسما بالله. يتشوف المشكل اللي وقع، جلست تماك في في الحي الجامعي، ماشي في الحي الجامعي، في سكنه مع واحد الدراري مغاربه منهم واحد الدري كنعرفو انا اللي انا وريته الجامعه تماك، مشينا جلسنا جلس معاهم وطلبتهم انني حيت ما كانش بلاصه فين نبات، قلت لهم لاقيه جوج ديال الفوطويات ونعس بالليل ومع الصباح تفيقوا ما تلقاونيش انا ونخلص معاكم نفس الكره، حيت ما كانش الكره تماك صافي، لقيت كلشي مساتوري ما كاينش كيفاش، ما بغاوش يزرعوا عليا من تماك. منهم واحد صاحبي، هاني يا اخي السيد بلاك هادشي هو اللي كيولي. لا لا تماما تماما صافي، وخصوصا هذيك السيمانه الاولى اللي جيت فيها انا كان عيد الكبير، وعيد الكبير في قبرص كيحتفلوا به بمعنى الجامعه ساده ما عنديش حتى مع من نهضر. ايفو مورا العيد الكبير مشيت عند الجامعه تماك نخلص السكن الجامعي، لقيت بلي راه مازال البلاصه في السكن الجامعي، خلصته وبديت كندور على نائب رئيس الجامعه، رئيس الجامعه ما كيبغيش يستقبلني حتى شي واحد، واحد النهار من زهري باقي عاقل عليا كان بواحد الاربعه واستقبلني نائب رئيس الجامعه من بعد ما خلاتني السكرتيره ديالو ندخل عنده، المهم بزاف ديال البروتوكولات، ويقول لي اوكي انت كتقول بلي جيتي انت الاول في المغرب، تبدل لي بلي جيتي انت الاول في المغرب، وريتو لي نوط، وريتو التصويره مع النائب ديال وزاره التربيه والتعليم اللي كان عندنا في مراكش، وريتو الجوائز اللي خديت، قال لي شوف حنا غندفعوا لك دابا الدوسي ديالك من هنا السيمانه عاود رجعوا اجي تشوف. داز السيمانه لقيتهم عطوني منحة كاملة، وكنت اول مغربي غياخذ في ديك الجامعة. هادشي هادشي هي اللي زوين فيه هو انك ما تتسامحش حقك. تمام هادي اللي زوين، شنو كان هاد السكيل زاد حتى هو خصو يديفلوب، ما تتسامحش حقك. لا الفولو اب، الفولو اب كاين اخويا غيساني واحد القائد ديال واحد الجيش ما عرفتش بالضبط، ولكن واحد غالبا واحد الجيش مسلم شحال هادي ما كانوا كيديروا شي غزوه ولا شي حاجه، كيمشيو شي بلاصه شنو كيديروا ملي كيوصلوا لها بالسفن ديالهم كيحرقوا السفن ديالهم باش ما يخرجش من جوج طارق مزيان صافي صافي. انا ما عرفتش السنين ما نقدرش نقول العدو امامكم لا رجوع الى الله تمام كاين المسلسل ديالو في المسلسل ديال هذا البارتي كامل اللي دار طارق مزيان. يا سلام شي لعيبه سميتها غزو الاندلس. فهذا هادشي اللي كان انا ما كانش دابا خدام في رمضان يعني انا حتى في ذاك المومون باش نفكر اني نرجع ما عنديش حتى التيكي باش نرجع، وعارف وليدي ما يقدرش والله الا هذيك نسميها القطه واعره الوان واي تيكت. هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين، ايدر اي وين اور اي وين. والافونتاج عاوتاني اللي مزيان في هاد التجارب هادو ملي كتراكمهم، حيت كتبدا في الاول غير ديسيزيون صغيره، خديتي واحد القرار ديال انك واحد العام ما غتقراش، ديسيزيون صغيره صحيح. ولكن النتائج ديالها كيفاش واجهتيهم هما اللي كيخليوك تاخذ ديسيزيون كبار منا وتقدر تواجههم. دابا انت السكيلز اللي مزيان وتعلمتيه في هذا الشيء كامل، حيت اللغه ولا داكشي اللي تعلمتيه تصايبو في فوتوشوب ولا في هذا سي بواطا اوتي بحال الماكينه اللي فيها كلامونيت بينس، هادشي شي حاجه غتخدمها،
ولكن داكشي اللي درتيه في تطوير الذات ودرتيه انا ما قررتك حتى واحد درتيه بوحدك مع لا ناتور هو انه فاش كتمشي لشي طريق دابا خلينا من الوان واي راه اللور ما عندك فين ترجع ولكن انت لقدام مني كتلقى الحاجز ديفلوبيتي سكيل ديال انك تلقى الترناتيف وي تكري طريق اخرى هذه تسدات نكري طريق اخرى تسدات في هذه البلاصه نمشي لقبرص تسدات في قبرص نقلبها لجهه اخرى ما كاينش لا داكشي اللي كاين داكشي اللي كاين وهذه راه بزاف صعيب شي واحد يتخطى الخوف ديالو حيت حنا ككولتور عربيه واسلاميه عندنا لا كولتور ديال الخوف من المستقبل المستقبل خاصو يتضمن ما كندير ان باتش يكون ضمون كنضمنوا بالقرايه كنضمنوا بالديبلوم كنضمنوا هو الدراري رضا امامكم دواء هادي سين كولتور سين كولتور اللي عند 90% ولا 95% ديال الناس تمام مثلا انا قلت واحد النهار سيمو فاش كنت كنهضر انا وياه قلت له شوف راه كاين مجموعه ديال المدارس كاين المدرسه المرخصه اللي هي من عند الجامعه كتاخذ الباك من سنين قاد ديبلوم وكاينه مدرسه اخرى سميتها مدرسه ديال التجاره الديبلوم ديالها هو الكونت ديالك شحال فيه الفلوس هو راه الريلفي ديالك حتى هو ديبلوم هي مناش تخرجنا راه مدارس غير هي الناس كيامنوا بالمدرسه المؤسساتيه اللي هي واحد الكارطونه شهاده اما راه التجارب ديال كاملين الا جمعتيهم راه براسهم خصهم ديبلوم ديال انسان دوز 12 عام وهو كياخذ قرارات غلطه وكيدور لجهه اخرى ويبدل ما تنوش كاين عندك 2% في البشر كامل هما الله عز وجل مصايبهم غينجحوا في هذاك الدومين اللي هما فيه مصايبهم سيئين بالفطره غينجحوا فيه واحد لقى جدو باه سياره ديال الدم كتلقى حتى هو كيطير في السياره ديال كبر فيها مصايب غينجح فيها ولكن راه عندك 96% خاص اكشن رياكشن يدير اون اكسيون باش يريكولتي نتيجه ما يمكنش تسنى شي واحد هو اللي يقول لك ها لاكسيون اللي غدير ولا لاكسيون هي اللي غتجي لعندك راه بحال واحد التصويره تيديروها لي زوبورتونيتي راه بحال الشتا ولكن اغلبيه الناس دايرين بارابلو واش كاين اخي تعرف بزاف تيجي تقول لي انا خويا سيمو قول لي غير اش ندير وندير لا يا صاحبي انا خليني نجي نعيش حياتي انت انت خرجتي لارض المعركه بكري كاين اللي باغي يخرج لارض المعركه والله الا خرج لها بكري شوف 19 عام ياك والباب نهضروا من الفريلانسين لا من الباك من الباك راه 18 وهذه غير سي داك التحدي ديال الذات ديال الذات وديال لونفيرونمون ديال كامل واحد القرار صغير هو الاول كتلقى الاغلبيه ديال الناس حتى كيجي ينعس عاد كيقولوا نقطع الكار وغادي وغنصنع وغادي نطلع للقمر والنواوي وداك الشيء كامل يطيح لك ولكن في الصباح اول حاجه كيديرها هي داك الشيء اللي داروا البارح في الصباح تمام والبارح في الصباح وتيدوز نهار وعاوتاني كيما هو حتى كيوصل 9 الليل وتيقول لا راه غدا خصني عاوتاني نبدل الدراري وخصني ندير ونبدا السبور ونبدا هذه حياتي تبدل غدا ولكن عاوتاني نغت ليه شوف كاينه شي حاجه كتولي كدوز من اين اكسيون كتولي كتعاود بزاف د المرات حتى كتولي اون ابيتود ملي كتولي اون ابيتود كيتبروغرام على عقلك تتولي هذاك هو البروغرام ديالو الاصلي دابا سيمو ما يمكنش تقول ليه خويا واش كتبلاني باش دير سبور لا ثلاثه المرات في السيمانه بغيت البروغرام عليه ولا بحال الاكسجين واش تنديروا السبور باش نطلعوا في الصاله كنديروا السبور باش نخليوا المايند نقي راك عارف كتكون ستريس الخدمه المشاكل كاره الحياه كتمشي كتضرب البرا كدوش درتي ريزيف دوز للخدمه عاوتاني انا كيعجبني اللي كيكون خدا هاد ليرون هذا ومني كتاخذو انت كبير غير كتكون خديتي شويه د لا ماتوريتي وليتي مسؤول على راسك انت لافونتاج ليكسبيريونس ديالك هو انه اول حاجه الوالدين الدور ديالهم تيكون كبير حيت ساندوك بالماكسيموم اللي قدو عليه هذاك الشيء اللي كنهضروا عليه صافي دير راه عطاوك كاع داك الشيء اللي قدتوهم يديروا ما متاحش لاي واحد انه يلقى داك السند غير بسيكولوجيك انهم يتقبلوا لي ديسيزيون ديالو راه كاين اللي غير كيبغي ياخذ شي قرار كيسمع السخطه رضا ولكن بلا بلا انا قول لي دور الكاميرا خايس في هذه القضيه هذه وعلى ذكر على ذكر هذا البلان وانه انا وصغير في خوتي فوقي اختي
عاد باش خويا عاد باش خويا الكبير دوك جوج خوتي الكبار ما كبش لي فداء تعلموا بهم ولادي يعني لا القراية في قبرص عاود ليا بدقيقة كيف كانت القراية في قبرص شنو درتي في قبرص كانت تجربة رائعة بزاف حيت كيتحلك دماغك فقط في الجامعة اللي كنقرا فيها انا كنت تقريبا شي 190 ناسيوناليتي اخرى يعني جنسيات اخرى مختلفين كتفهم كتفهم باللي واقيلا ماشي انت هو السونتر ديال العالم وبلي كل واحد كيتحب هو راسه هو السونتر ديال العالم تلقى مع المصري كيقول لك مصرية ام الدنيا اللي تلاقيتي معاه كيامن باللي بلادو هي كلشي وانا كتحرك فيك الوطنية كتحرك فيك بزاف ديال الحوايج الزوينين فهمتي ومن الحوايج اللي تحركوا فيها هو انا لقيت بلي راه كاينين المغاربه وكانوا كانوا بزاف ديال المغاربه ولكن كيافويديو بعضياتهم هذه واحد الطائره ما بغاتش تفهم ليه فهمتي المغربي كيخرج من المغرب كيبدا حاضر من المغربي فهمتي هو راه حاضر هنا وتما كيطلع الالير فهمتي كيولي حاضر منه اكثر وانا نقول بالله يا صاحبي حنا ما كنعرفوش على الثقافه ديالنا تما ما كنديروا والو وانا نقاد ما يسمى بالكلوب ديال الجاليه المغربيه في الجامعه ديالي وكنت الرئيس ديال الجاليه المغربيه مده عامين فكنت تقريبا اكثر من 200 مغربي كيقرا في الجامعه وكنت مكلف بهم يعني كتحل لهم المشاكل انت هو نقطه التواصل ما بين الجامعه وما بينهم هم شحال من ساعه هذه من بعد ما مشيتي ما لقيت حتى شي واحد انت يدخل تماما الناس نقولوا دائما زعما ما تمسخش يكون داك رد الفعل خايب تماما هو في الاول ما لقى حتى شي دراري لا بلي تدخلوه هو ولات يقلب لهم على حتى راه وين تولي حياته علاش راه خويا الغيساني ملي خرجت لي البورس كومبليت والجامعه رجعت لي فلوسي وديك الساعه يوم خرجت لي القرار بلي راه خديت بورس كومبليت رجعت عندهم للدار وانا نشري الحلوه ومناضه وانا نقول لهم اجي الدراري حتى فهمتي يعني وهذه واحد المساله مهمه جايه في المساله ديال لاباز ديال لاباز اللي بغينا نهضروا على التخت قبل ما نهضروا على المايند سيت كنهضروا على النفسيه ديالك انت كيفاش دايرك واحد الشخص كتشد في قلبك واحد الشخص اللي ما باغيش الخير للناس راه غادي تسد عليك اللي باغي تسد عليك انت اولا كتجذبي الشر تمام على حقيتش انت داكشي اللي فيك لداخل تمشي تمشيش دبخوت تمام ف ما كتحقدش على الناس وما كتبغيش تضرب شحال من سنه ضربتي تما 4 سنين تلقى راه 4 سنين ديال القرايه خديت سيمستر واحد فيها سافرت به لوروب شفت العالم حتى النظام الجامعي ديال الباشلور عندك الحق تفريزي سيمستر وما يتزادش ليا يعني انا تخرجت 3 سنين ونص ماشي 4 سنين خاص السيستم في 4 سنين كان ممكن كاع نتخرج حتى 3 سنين كنا بغيت مزيان كتقدر تمشي تشطرتي دول في اوروبا شفت تقريبا شي 15 دوله بفلوسي يعني داكشي كنت كنخدم فريلانسين وانا في الجامعه تبارك الله كنت كنقول هذه المساله كنقولوا للدراري ديال سافر وشوف في العام ديالي الثالث الجامعه كونفوكاتني على قبل باش نمثلها في المغرب كنخلصوا على الطياره وصوفيتي 5 اطوال مسائل عشنا الحياه فهمتي فكنت كنريبريزونتي الجامعه في المغرب وكان يعني باش كتعاون في الريكروتمون ديال الطلبه والناس اللي باغيين حتى هما يجيو يقراو في الجامعه كيفاش وقعت هذه المساله اني كسبت الثقه ديالهم كنت كنهضر معاهم مزيان يعني في اي اذن مهم في رئيس الجامعه ولا شي حاجه كنت كنحشر راسي مزيان اخي يعني ماشي سير تقرا لا 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 خصك تمشي يعني مثلا انا في التعامل ديالي مع المغاربه وانا اللي كنقولها جو بونس اي واحد خرج من المغرب غيعرفها المغاربه صعاب بزاف يعني ما كتجي كتقارنوا مع جنسيات اخرين ولا مثلا يكون في المغرب وقت يكون في شي دوله اخرى جو بونس سهل لا لا شو المغربي ديما صعيب تعاند ليه ولكن مزيان وي بطبيعه الحال كتبقى عندك الحرقه ديال بلادك ملي كتشوفه هو كتبغي دير على قبل شي امور فهمتي المغربي رجعتي للمغرب سالي 4 سنين ورجعت تمام راه بان لي الرسيل وباقي داك الشيء طويل اجا خاين زربوا عليه هاد الشيء الدراري باش رجعتي للمغرب وكنت كنحضر المقاومه المقاومه امال هو كنشارك في العاد ديال الغزوه ولا الحروب المقاومه لا فالمساله ديال الروتور ديال المغرب صراحه انا كان من الاسباب علاش قررت نرجع انا تقريبا تزامن مع انه السيمولايف رجع من الطيران تنقول لك كيفاش ادخونا هذا شنو هذا العلم اللي عنده اللي خلاه يرجع للمغرب شنو هذا العلم اللي عنده ما عنديش انا علاش غاجي هذا القرار انا يرجع للمغرب وكان هو من الاسباب اخرى هما كانوا والديا وهذا اي واحد يخرج من المغرب واحد المده طويله غيعرف قيمه الوالدين ديال المعقول واخا تكون عندك علاقه معاهم خير شوف تعرف حتى بقيمه البلاديه هي تستيل شوف اخي حفره ولكن خصها تتقاد تمام ف لقيتها فاش رجعت 2018 وقبل ما رجعت شاورت مع السيمو في هذه المساله هذه كانت واحد لقيتها كاع كنا اتفقنا كنت غنكون معاك في تايلاند وماناجي لك شي مسائل تماك لقيتي عاقل ولكن في الاخر ما بقاش درت هذه القضيه رجع هو للمغرب ورجعت انا للمغرب
صافي في 2018 ولكن اخي ملي تسافر على برا كتعيش على برا كيبدا شي بالك في المغرب راه كاين ميد بطبيعه الحال شي اللي كنبغينا اش راه كنقول كاين ميد دار قبل ما يتلونصاو هاد البرامج ديال الدعم كاملين اللي غنهضروا عليهم في هاد الحلقه سير الله يعني كنقولوا كاين ميد دار من ناحيه انه كيبانوا لك اي فكره فكرتي فيها تقريبا مديوره في لوروب وكنا ما مديوراش في المغرب واه العقل ما تخدمش كاع عقلك سير هي تشوف بحال هكا وجي كوبي كولي تماما وتبان مجتهد كنت شفت واحد جوج ديال البرادرز المانيين معروفين بزاف هاد السين ديال ستارت ابس شنو كانوا كيديروا مشاو للبيريكان اي ستارت اب كاين في البيريكان كيقبطوها كيلوكاليزيوها في لوروب كتخدم وكاين كينتقلوا من ستارت اب لستارت اب هادي خدمتهم كيقبط واحد الحاجه انترناسيونال كيرجعها لوكال المانيا ولا في لوروب وكتخدم ليه مليار في المليون كيبيعها وكيدوز للنكست بدل ما الواحد يبقى يتشكى يقول ما كاين ما يدار غيمشي لشي دوله اسيويه غادي يبان ليه ما يدار وغادي يرجع بحالو هنايا وغادي يخدم تمام تمام ف انا كنقول المغاربه كاملين تعطاتهم الفرصه انهم يخرجوا من المغرب خرج خرج طبيعي الحال وكاين تعطاتهم الفرصه انا متاكد باللي لا ماشي ديك الفرصه عندها جوج كاين عندهم ديك خرج ديال The best you can do. Run. لا ماشي ران. يصير ضرب دويره ورجع عندنا هنايا. حنا راه كن اي بيزي. يعني انا تلاقيت مع واحد الجميع من الناس اللي اللي خرجوا من المغرب وكنعرفهم صحابي قراب هما اللي حاقدين وكيقول ما رجعش تيقول والدي ما يجيش يشوف قرب بلا كتلقاه شي مسؤول مريض ولا شي ورقه تاع تمام انا كنعرف واحد خونا دابا مريح في تركيا تيسب المغرب لا عن المغرب تيقول لك بالرب ما رجع بسبب واحد شوف ما تلقاش ليه شي سميه اخرى حمار في واحد الاداره ما بغاش يعطيه ديك الورقه ديال يامات المغادره تغادر من المطار في الاخر نكرو قال لي ما جبتيش ليا لا ملف لا والو ملي بداو نزلوا عليه بالناس بالتليفونات قال لي لا اخو انا كاع ما شفت الدوسي راه كذب عليكم ما عادش عندي الدوسي مع عطاه ليا معلم مشى دار الاقامه تمايا دابا تيطلع الجنسيه تيقول لك مستحيل اشري هذيك راه ما بلاد ما والو حتى ولا شري فراه هذيك ماشي ما بلاد ما والو راه غير هذاك تلاقيتي معاه ماشي مثلش هذاك البلاد كامله هذا حنكور لقاك مع الله وي مع الاسف مع الاسف فكنعرف كاع واحد البنت انا صدماتني يعني عاشت في فرنسا تقريبا شي 6 سنين ورغم ما انفو كتفوت 4 سنين 5 سنين كنحقق تفعل الجنسيه والبروفيل ديالها واعر بزاف يعني قاري في السنترال ديال الطريق يعني درت كلاس بريبا تما كداشي كامل بنت مراكش هي واعره تبارك الله من الناس البرايت مايندز سمحات الباسبور وخرجت ما رجعش للمغرب اللي مشات خدمات في الامارات يعني ما بقاتش عندها فرصه انها تاخذ الباسبور عاوتاني وكنعرف بزاف اللي تسناو تاخذوا الباسبور ولا ما خداوش وكاين اللي حتى بقى لي عام رجع للمغرب يعني هذا الكادات تعاود بزاف ولكن الفكره هي خرج شوف العالم كيفاش داير ورجع وكيبقى لك القرار ما بغيتيش ترجع كيبقى نقول لك اللي مزيان حتى كنعيشوا في المغرب ومزيان شحال هذه الا عقلتي في اللي عاشوا في التسعينات والبدايه ديال الالفينات كان بنادم كيقول لك انا بغيت نمشي لبرا كتقول له علاش علاش بغيتي تمشي لبرا تيقول لك غنمشي غندير الفلوس انا باغي ندير الفلوس داكشي كان مقاش باغي يدير الفلوس طاليان اسبانيا باغي نمشي ندير الفلوس وي ومن بعد وجات واحد الوقيته ولا البرين درين ولا العقوله الناس اللي مزيانين كيقول لك انا باغي نمشي طبيب كيمشي لكندا وواحد عنده كلينيك شي تيز دابا الحمد لله ولاو ناس كيمشيو وكيديفلوبي راسهم وكيشوفوا حوايج اخرين ولاو كيرجعوا ولاو كيرجعوا لهنا هذه راه ظاهره كون رجعتي للتسعينات وقلتي لهم راه واحد 2022 راه شي مغاربه يمشيو ويجيو يقول لك كيفاش الحمد لله لا حيت من الحوايج اللي اكتشفوا ديك الصوره ديك كيتسمى ديك البينك فيجن الصوره ديك الصوره الورديه ديال ان الامور زوينه تما كيكتشف لي كاين واحد الجانب بوضليب بلي ما كاينش انسانيه شحال من حاجه واخا عندهم نظام الصحه واعر علينا باش نكون واضحين عندهم تعليم احسن منا ولكن كاين بزاف ديال المشاكل اخرى اللي ما غيبانوش ليك يعني كنعرف انا الناس اللي تعقدوا هي انه ما كيسمعش الاذان تما فهمتي ولا انه ملي كيدخل ولدو للمدرسه كيقراو دي فالور ديال واحد واحد البلاد اخرى بواحد الطريقه اللي هو ما قادرش يتقبلها وي 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 واحد كنعرف واحد السيد عاود عليا بحال هكا قال لك عايش تماك عنده باسبور داكشي كامل ولكن ما فهم بلي مشكل تولد وبنته بدات كتمشي للمدرسه واحد النهار جات عنده بنته بغيت تقول لي بابا شنو قرانا اليوم سولها زعما شنو قرا وقالت لي قرانا بلي الراجل والراجل يقدروا يتزوجوا يقدروا يديروا ولاد وقال لها بنتي واه السيمانه الجايه نرجع للمغرب قال لها واش معايا وفعلا رجعوا هو بالنسبه لي هذيك المساله ما بغيتش انا يا اخي كل دوله والكاتب ديالها حنا اخي خلينا غير في هذه البليده هذه الحمد لله تمام اجا اخي دابا ومن وراها رجعتي للمغرب اشنو درتي اشنو رجعت للمغرب كان لو شوك كان فهمتي بحال والله الا بغيت نقول لك دوي عليه ولا نقول صافي لا في التيرا لكن رجعت للمغرب كان داك لو شوك يعني كانت واحد الديسيزيون اللي صعيبه ياك
رجعت كنت هادي عمر ما قلت لك السيمو كاين في لينكد ان كنت تبعت شي 40 خدمه 40 خدمه ديال الديزاين في الامارات حيت كنت درت انا بروجي ديال فانديتو ديالي في الامارات في دبي ودفعت الخدمه في الامارات حيت حمقاتني الامارات قلت واه خصني نعاود نرجع ليها تما الديزاين والكرياتيفيتي وداكشي ما هاربين فيه تبارك الله فطرفت فيهم كاملين علما انني جاي الاول في القسم عاوتاني في الجامعه راه تخلص الاول قيمه بغاك تيجر في قال لك ريح هنا واخا مخلص الاول في القسم واخا عندي بورتفوليو واعر واخا كاع عندي ريكومونداسيون من ديزاينر ديال ابل لوغو كان جا عندنا حتى الجامعه وكنت تكلفت به انا جبناه من المطار ودورناه في, 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 في الجزيره ديال قبرص وداكشي كامل ف يعني الديزاينر اللي ديزاين اللوغو ديال ابل اللي كتشوفوه عطاني انا ريكومونداسيون مسيني ليا فواحد البلان يعني هادشي هذا كامل وطرفت في خدامي 40 خدمه فبحال كيف ما قلتينيش كان واحد واحد الساين واحد الاشاره من الله سبحانه وتعالى اللي شو معلم كنشوف لك شي شغله داكشي اللي كاين ف واحد شهور تقريبا ولا سبع شهور ديال البروتوتايب رجعت للمغرب كنحاول نفكر شحال من حاجه بديت ديك الساعه في ابورك او الثاني بديت في ابورك خدمت مع ديك اليوم في المغرب شنو اخر والله واحد لقيت قسما بالله العظيم كنت ريحت مع واحد الدري وقال لي بلي دوك الكرار ديال الخبز فيهم الفلوس راه كتعرف كاين في المسيره بزاف والله حتى مشيت تنقلب عليك باش انفيستي في شي حاجه بحال هذيك ونقادوها شفنا مع الفران بشحال تقام عندنا الخبزه يعني كنت فكر الكروسه ديال الخبز ولا النعناع المهم نتحرك ندير شي حاجه تخيل من ديبلوم تاع ف والله لا ريسبكت يو برو يعني كنت نقول اي حاجه نتحرك فيها ما بقاش جالس وفي نفس الوقت لا ما تلاقيتش معايا ديك البيرود انا لقيتك بالكريصه نزل عليك اخي لقاني ريبت لك الكريصه انا كيفاش ستيل الكريصه اي ريسبكت اول ذا جايز ديال الكريصه ولكن ما يمكنش اصاحبي انا عارف الديزاينات ديالك وعارف كي داك اش كنسميوه ليدونتيتي فيزيوال ديال شحال من حاجه وتجي لقاك داير كريصه يقدر يقدر تقلع لك الكريصه كنت غنسوتر تاع الناس المهم انا انفيستي فلوسي فهمتي المهم انا كنت نقول انا اي مشروع غير نشوف فهمتي لقيت انا مال الكراس كيدخلوها لي كيدخل 300 700 درهم في النهار المهم ديك الساعه كتب لي تبارك الله راه شي حاجه فهمتي وراه بزاف ديال الناس راه اي هذيك راه شي حاجه وي جيت تحسبها في الخط الشرعي تلقى لا لا شوف اخي راه ماشي راه اي ريسبكت صحاب الكريصه راه كيدخلوا اكثر من انجينيور انا واحد النهار واحد النهار راه كتعرف عبد الوهاب عبد الوهاب مول السوسيط اييه وقف عليه واحد الصاط لابس تكستيما كرافاطا قال ليه سربينا شري فما انت معطلني كذا مثلي داك النص ديال السوسيط ويدير ليه بحال هكا يدي ومشى خلصو ومشى ويقول لي انت مريض صاحبي مريض صرا راه كندخل اكثر من دخونا هذه شي ثلاثه المرات في الاخر النهار وتجي جاني بقيت تركل عليا بحال هكا ولكن هذاك اللي غيتركل عليه اصلا ماشي يدخلش في النهار لا نفس الشيء ماشي يصرف كل النهار تمام المهم راه هي هذه صحاب الكريصه اخي كيدخلوا فهمتي هذا موضوع اخر ديال القطاع الغير مويكال مويكال المهم هذا موضوع اخر المهم ديك سبع شهور الاولى من بعد ما رجعت للمغرب كنت كنتخبط ما بين فكره وفكره وكنت في نفس الوقت يعني ما تخليتش على داكشي اللي قريتو وداكشي اللي كنت عاطي فيه مزيان اللي هو الديزاين ما تخليتش عليه لو كنت عاقل كيدخل لك من الفريلانس بطبيعه الحال كنعقل اول مره غندخل 200 دولار في 4 السوايع ودرتي على هذه ستوري اخي سي حجيت انا فرحان كنقول لك او 200 دولار صافي 4 السوايع انت تقول لي لا وقلتها حتى في الصوره قلتي راه هذاك السيد ما دخلش 200 دولار في 4 السوايع هذاك راه في 6 سنين ولا 7 سنين ديال الاكسبيريونس لان راه قريت شي حاجه ديال الديزاين شحال ديال الى وصلت وصل داك النيفو ديال انه يربح في 4 السوايع كتقول او نقدر ندخل 2000 درهم في 4 السوايع دخل اخي يعني راه نص ساعه تماما ف ما تقدر تدخلها انت بلا ما دير والو بلا ما دير والو تمام تقدر ترد ريفوني باسيف تمام انت جالس والسيستم تاعي يدور او شي تيم كتجي كيدخل و هذا الغوكل ديال الميراج تمام تمام ماشي شي واحد يقول لك الساط انا بغيت ندخل بغيت ندخل حتى انا في الساعتين واحد 10 سنين ديال الخبز داكشي اللي كاين داكشي اللي كاين دابا كاين هذيك الثقافه ديال داك الربح السريع وانا ضد انا كنقطع انا كنقول شوف دوي معايا في 10 سنين دير لاباس انا معاك وكترتاح راه ملي كتفكر انه نقدر نديرها في 10 سنين راه دماغك كيرتاح ما تبقاش كتقاول والله الا كتخدم يوميا وكتدير لاباس وصحه واخا تعرض لك 70000 مشكل في الطريق هادي تشكوم ولا تحلهم شوف اخويا السيمو دابا القصص اللي كنسمعهم في الدراري اللي دخلوا للدومين ديال الكريبتو ولا الان اف تي ديال حيت هو كيسمع قصص كيسمع قصص ديال واحد في 100 اللي حط 200 دولار 300 دولار ولا 80 مليون 0.01 واحد اللي قمر وضرب المليار ما كيشوفش الاخرين الاخرين انا كتسمع شي قصص راه كيبقى فيك الحال بنادم راه باع دارو وكذا وكذا وزيرو ديال عنده والناقص اللي كيتسالوا الناس واحد الصات كنعرفو تيقمر تيقمر على الكريبتو دوك العملات اللي مع تي بومبيو تي دانسيو ما عمر فهمتي جامي دار شي حاجه تنقول لها انت راه سيميوتات الكلاف معروفه تعرفات وركبات تنتايا تقول لي لا لا راه اللي داروا لاباس داروها في هذوك اللي ما معروفينش تنقول لي راه يقدر يكونوا هاد الناس هاد واحد شويه ماشي بزاف هادي تسمى ثقافه الصفقه
كتقول غادي نضرب ضربه ضربه غادي نضرب غدير وكنا غنقول لك ضربه حلم مغربي الحلم المغربي ندير ضربه وغادي مي الحاجه اللي ما كتبناش درجه درجه واخا هذيك درجه درجه تقدر يديرها الغيساني تبارك الله مع الغيساني يقدر يديرها في ساعه 10 درجات لا 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 ما الغيساني عنده رجل الباس عادي ندير انا 10 درجات نبنيهم في شهرين واحد اخر اللي فيتاس نورمال والاي كيو نورمال ولكن خدام بيرسيفيرون غيبنيها غيبنيهم في واحد عام ولكن ما يمكنش بلا ما تبني لا ما كاينش لا سنسور اش تنقولوا تقولوا ما يستمر واش نقولوا الدراري راه الا خدمتي 10 سنين كونتربرونور راه ولا بو تدي تلقى طريق و تدير لاباس وبقى تكون خاص تبقى تلاقى مع المشاكل وتحلهم كاين واحد لو كونستا عاوتاني ما كاين حتى شي حاجه كديرها في الحياه ما عمرك تلعب دور شي تقدر شي نهار دير شي حاجه في 2010 ودرتي شي حاجه اخرى في 2015 وغير حتيهم جا بالنسبه لك هذاك كان مشروع فاشل وفي 2022 كاملين تلاقاو في شي حاجه انا باش نعطي مثال على هذه القضيه بالضبط في 2011 حضرت لواحد ليفينمون وكانت عندي ديك الساعه 16 عام وفي ذاك ليفينمون جا واحد الدري سميتو محمد امين بالعربي كانت عنده حتى هو 17 عام كانشد الباك ديالو في النرويج مغربي مخلصين عليه كلشي يعني الدوله مخلص عليه كلشي ماشي المغرب وقرات قرا مجانا في النرويج يعني حتى هو ولد عائله متواضعه من الرباط ومن بعد مشى قرا في الامارات في نيويورك يونيفرسيتي في ابو ظبي مشى فيها مزيان من بعد قاد واحد ستارت اب ديالو في عام ونص كانت في عامين كانت الفالويشن ديالها واحد 3 مليون دولار ديال السايبر سيكيورتي وميت فيتشر هو الكوفاوندر ديالو فوربس ماجازين ما عرفتش واش عاقل على جوج الدراري اللي كانوا بانوا فوربس ماجازين ولكن انا من 2011 حتى 2018 وانا معاه ديما على تواصل كنكتبت ليا خدامي من الامارات نخدم معاه هادشي ديال الفريلانسين فبقيت غادي معاه مزيان في هادشي هذا كامل واحد شويه 2018 غادي يدور ليا يقول لي عبد الرحمن بغينا نديرو ريبراندين الشركه ديالنا الستارت اب ديالنا واش جي عندنا الامارات خلص عليا الفول ديالي خلص عليا السكن سكننا في دبي مارينا مده شهر من 2011 انت غتكونيكتا دوك الدوتس 2018 يعني كنهضروا على 7 سنين بقيت معاه اون كونتاكت ف يعني انا كان ديما كنقول لهم في الكونفرنس كنقول لهم شوف اليمين ديالك الشخص اللي على اليمين ديالك شوف اليسار ديالك يقدر يكون ما نجحش دابا وكنا يقدر يولي ناجح من هنا 10 سنين لصق فيه من دابا حيت انا نقول لك انت صاحب حاجتك كنا نتلاقى معاه من بعد تحكي على اون كلي تحكي على واحد الساروت ما بين الصوارد ديال النجاح 90% ديال الناس اللي ما كينجحوش وكيبقاو يندبوا وكيقولوا ويلي ما درنا حتى حاجه كتلقى حياته كامله ملي كيفيق الصباح هو كي الى اكستي على راسه انا بغيت ندير انا خصي يجيو عندي علاش هذاك ما عيطش ليا علاش خالتي ما باركاتش ليا عاد مباركه كيهضر الى اكستي على راسه كيفكر غير في راسو والديا ما داروش ليا وخاص كان خاصهم يعطيوني ويشريو ليا هادي ويديروا كيفكر غير لونفيرون واش خصو يعطيني بار كونتر انت تحكي على السارود ديال انك نتا بعدا اش كتعطي اجي شوف اجي عطي هذا الخول متفقين هادي هي السبب اخي معاش انا تيقول لك اخويا السيمو تنبغي نتعرف على شي ناس ناضين بغيت تعرف عليهم ساهل انا نقول لك اللعيبه ناضي في شي حاجه ناضي في حاجه وحده وسرع عطاها لهم شنو انا اخي ممكن نفعكم في الكوبي رايتينغ الزايد اخي الزايد باش تيدير لي الدخله اخي السيم واحد شي حاجه في الديزاين البراندينغ كدا طلع ريح عاد جوال شوف الفيديو اللي درتو ديالي وكان باش كيبدا تلاقيت انا واحد السيد سميتو الغيساني وقال لي الا احتاجيتي شي حاجه في الديفلوبمون الا احتاجيتي شي حاجه ما جوش قال لي اخويا السيم ودابا الاي كوميرس كدا انا مزاود راه الاي كوميرس شرحنا لكم الدراري جا عندي قال لي اول مره نتلاقاو خا السيم الا احتاجيتي شي حاجه في الديفلوبمون هانا الكارت فيتي سقسي فيه راه هادشي هضرت عليه نيت تماما في ديك النصيحه رقم 3 في واحد الريل البارح هو انه العلاقات واحد الجزء كبير من النجاح في فشل ديال المشروع ديالك وباش انت تلاقى مع دوك الناس الزوينين ويعطوك الوقت خاصك انت تكون عندك شي حاجه تقدر تعطي لهم وهنا غادي تسول راسك اسئله في بلاصتهم اللي كيفاش نقدر نطور من راسي بحيث نتلاقى مع السيمو ولا شي واحد اخر يقول لي انا محتاجك في شي حاجه انا بلا ما نذكر الرسميه ديال كاين اسمح لي قطعتك كاين واحد لا ريغل حطها الله عز وجل في الدنيا سميتها ما كتخربقش ما يمكنش تبدل لها الترتيب ديالها سميتها بي دو هاف انت شكون شنو كاش كدير اش غتاخذ كتعاود تانفيستي داكشي اللي خديتيه في بي
باش بيت كبر باش دوت كبر باش هاف يزيد كبر ولكن خصك ديما تعاود ترجع بي دو هاف ما كايناش هاف وعطيوني هادشي وعطيوني باش نقدر حتى باش نولي انا بحال يعني كنتي انا كاين اللي كيقول لنا ناخذ باش نولي احنا والله الا جايين دابا للدعم جايين دابا للدعم فهاد القضيه السيمو ديال ناخذ كذا راه كاينه في قمه الخميسه في هذا اللي سرنا خير جيتي للبليد جيت المغرب يعني كان داك لوجو انا كتقبل انك رجعتي للمغرب يعني ما كنتش راجع وانا فرحان كنت نقول باللي المهم قلبي قال لي باللي هذاك اختيار خصو يكون كنت قلت لك واحد الجمله اخي واحد الجمله مزيان نقولها فهاد الله قلت لك دوا معايا ديك الساعه كنت انا في السعوديه فواحد العطله مرياح في العمره باخر دوا معايا قال لي اخي السيمو راني رجعت للمغرب وكتئبت وكذا قلت له عادي الصاد كاملين كنرجعوا للمغرب وكنكتئبوا قلت لي كنكون عايش في تايلاند عايش في واحد التران غادي ب 1000 كيلومتر في الساعه كي كيدخل المغرب تيضرب واحد البران وقعدوا الناس اللي وسط منو كيتقلبوا هاد تيقول لك نزاله مع كتنزل كتقول وات ذا فاك الدنيا ثقيله اصاحبي وكتمشي عند شي واحد تقول له السلام عليكم خويا هاد اللعيبه هادي تقول لك تترجع حتى راه انت شوف راه انا عشت هاد اللعيبات هادو مشيت تبعت لاكارت ناسيونال وتلفات راك عاقل على هاد الفيلم هذا حتى سميت عاد بدينا الو فين هي لاكارت ناسيونال ديال البلاد تصور شنو قلت انايا قلت انا محتاج لاكارت دابا محتاجها من دابا ثلاثه السيمانات غير لوحات مايا خليها تاع الوقيته اللي وجدت كاع شحال غادي تعطلو جوج سيمانات اضربها ثلاثه السيمانات وباقي لاكارت ما حضراتش عاد تليفونات وكدا وفين هي لاكارت تلفات هادشي صراحه كيأثر لك على السايكي ديالي هاكا بدات القصه ديال اخر مجيه فندوز المساله ديال قمه الخميسات فهذيك القمه ديال الخميسات هو انه يرجع السيمون للمغرب قلت ليه لا والو ضروري نشوفك فكل مره ما كانتش كتيسر ليه واحد المره كنت يلاه راجع انا من الرباط كان عندي واحد ليفيرمون في الرباط يلاه راجع منه صيفط لي ميساج قال لي غدا تكون عندي في الخميسات انا بقيت عاقل وليت كتيكي اللي غناخذها ديال التران ديال الخميسات وغنقطع ديك الخميسات الاخرى الخميسات دابا كاين جوج خميسات في المغرب خميسات الشاويه وخميسات زمور هي اللي ساكن فيها انا وهو مشى للتران دار كذا ودار الخميسات كطلع الخميسات يوصل لها التران الاخرى اللي ساكن فيها انا ما تيجيش لها التران طلعت ليه بوكيتي لا كنت يلاه غنبوكي كنت يلاه قلت ليه لا ما تبوكيش هذيك اللعيبه قال لي راه صافي راه غادي ناخذ التران ديال جي عندك الخميسه صافي الخميسه ديالنا انا ما توصلش حتى التران لا عارف مش اول مره شحال واحد تيجي عندي تيقول لي الو خويا السيمو راني في الخميسه تبان عندي تقول لي كدرتي توصلتي يلاه دابا دويتي معايا من مراكش تقول لي انا صاحبي حطني التران راني نزل الشريف عاود دبر في التران وركب ونزل في الرباط لا ويلا انا في الخميسه تقول لي لا صاحبي كاين جوج خميسات في المغرب تراك خميسات الشاويه ماشي خميسات زمور فعلا شديت الطريق لغد ليه يعني كنت الله وصلت ماني دراك يقول واش يلاه جيت غنمشي لغد ليه غد ليه شديت التران نزلت في الرباط شديت الطاكسي طاكسي كبير حتى لعندك ورايحنا 3 ايام في لوطيل يوميا البرينستورم انا مشيت عنده هي باش نبيتشي ليه واحد الفكره لي الفكره ديال المشروع وان انفيستي معاك فوالا مشيت عنده بغيت نقول له با سيمو في الوقت بغيت سالف في الوقت بغيت يسلفني فقلت ليه هاي الفكره ديال المشروع ديالي انا راه مشيت قرات على برا كاين واحد الطموح كبير على الناس على الطلبه والناس اللي باغيين يكملوا قراتهم على برا انا خديت منحه في واحد البلاد اللي كاع الناس كاع ما عارفين بلي ديك البلاد كاينه وكيشوفوا ما هي فرنسا بلي راه كاينين دول اخرين كاينه تركيا كاينه الشينوا كاينه الجابون كاين بزاف ديال الفرنسا كاينه قبرص فهمتي فعجبته الفكره وداكشي كامل هو يقول لي سولتيني واحد السؤال قلت لي عبد الرحمن عطيتك دابا كنت بغيت من عندك 5 مليون قلت لي عبد الرحمن عطيتك دابا 5 مليون شنو غدير بها وانا نقول له ولكن الصحيه من هذا الجواب لا والله يجازينا قلت لي اول حاجه غنديرها غنخلص الكرا ديال داك المحل اللي بغيت نديرو وغادي نصبغو بهذه الطريقه وغندير لي واحد ديزاين ديال التيريو يدخل بنادم يتبهر قال لي كيف غدير كي غتجيب بنادم قلت له غندير الفلاير وندير وزعهم قدام المدرسه وقول لي ريح انا كندوز الواد انت باغي ترد من الايام الجايه فانا دابا كان هو التفكير ديالي يعني واخا انا قريت على برا وكنت نتلاقى مع المقاولين داكشي كامل كي نجي نطبق الفكره كنت غنطبقها بواحد الطريقه بدائيه جدا انا كنقولها قدام دابا شحال 7000 ولا 8000 واحد كنقول انا هذا هو الغرض اللي كنت غندير وهذا هو الغرض بالعكس مزيان تلاقى مع ناس احسن منك طبيعي حتى انا راه عاونوني ناس فهمتي جيت تلاقى مع شي واحد احسن منك تيقول لك حيد ديك الشحمه كامله على معقوله كزينه تماما فالنصيحه ديالتو جا قال لي ما غنسلفكش انا هاد الفلوس هادو حتى تمشي ودير واحد البروتوتايب وتشوف لي برودوي ديالك انت خدام
وحاجه اخرى ما خصكش تفكر بهذه الطريقه، خصك تفكر كيفاش تقدر تجيب 5 مليون ونحطها بواحد الطريقه اللي تجيب لي 10 مليون ولا 20 مليون اسدها. وعطيتيني افكار اللي طبقتهم. وشنو اخي الزايد تيبان لك احسن كون سلفتك ولا احسن ما سلفتك؟ لا احسن حاجه درتها انك ما سلفتينيش. والله شي دابا شحال من حيت من دخلت بفلوسي حيت من دخلت بفلوسي عرفت قيمه الفلوس ياك، وعرفت بقيمه داك الريسك اللي غادي ناخذو. ما خصنا في الدراما اخي الزايد ما جاتني في والو. بطبيعه الحال شوف هو غير داك الطريق العادي هو شاف عندك البي وجيتي قلتي ليه بغيت الهاف قبل الدو قال لك لا سير دير الدو جاك لا فعلا داك الطريق العادي والله الا قلتي فعلا يعني خلاصه يعني اون فوا لونسينا البروجي لونسينا في شهر 3 يلاه دابا كملنا 3 سنين اون فوا لونسينا البروجي راه من بعد 3 شهور كنا دخلنا 27 مليون وانا جوج نقول لك يا خويا سيمو ما عطيتنيش 5 مليون ولكن عطيتيني فكره واحده اللي خلاتني نضرب ديك 27 مليون يعني راه دابا راه غتقول لشي الناس يقول قرتينا بالمايند سيت ولكن راه ذا سيكريت از ذات ذير از نو سيكريت راه واش كاين شي سر راه مرات راه ما كاينش سر السر اخي هو هو ماركتينغ سيستم بروسيس ما بقاوش دابا اسرار اخي سيمو وليتي يوتيوب غتكتب هادشي هادشي هو اللي لازم ملي كتجي كتقولوا ليه تيقول لك وهذا الشيء عادي ما قلتيش شي حاجه وشنو كتسنى تقول لي تقول لي واحد المعادله نوويه وي 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 تمام وكاين كاين كاع واحد السندروم كاين واحد السندروم كاين واحد السندروم معروف في علم النفس كيتسمى شايني اوبجيكت سيندروم اللي هو بحال الدري الصغير كتعطي واحد اللعبه اون فوا كيقنع منها واحد شويه كتبان ليه بلي راه كاين واحد اللعبه اخرى اللي غتعطي واحد الاكتفاء الذاتي وغتفرحو اكثر من اللعبه اللي قابطابو في يدي كيبقى ينقز من لعبه للعبه ومازال ما لعبش ديما الجديد فهذاك الجديد الصغير يزيد ليه شي لعبه جديده يسمح لك تمام والله انا كنعرف الدراري اللي جاوا عندي كيسولوني على فرص الدعم من بعد يبان الكريبتو نساو تقول لي اصاحبي خليتي واحد 10 ل 20 مليون تقدر تمشي تاخذها دابا الا مشى هو نقز الكريبتو شويه بان الالف تي النهار يعطوا لنا الالف تي كدا راه شفنا دخولات هاد الناس هادو الناس هادو لا لا كاين الناس هادو تنعرفهم كثرت الماوى كثرت الفلوس دابا تدخل كيدخل مثلا يقرا اي كوميرس في يوتيوب تيكس مسكين اي كوميرس كيشوف هادي كيشوف فاش داير كيلقى الاخر دار لي سيجيسيون يوتيوب اه لا تيبدا دايخ مسكين شوف هادي اللي تلف واش سي بي اي ولا هاد السيرف لي وكنعرف شحال من واحد ما بداش البروجي ديالو ولا ما طبقش الفكره ديالو لحد الان حيت كيقول السيكريت كاين في الكتاب الجاي اللي غنقراه ولا في الكونفرنس الجاي اللي غنتلاقى به ولا الا تلاقيت مع السيمو هو اللي غيحفظ السيكريت كيبقى عايش في المستقبل وهو دابا عنده بزاف ديال الحوايج يعني بحال كنقولوا شي واحد عمر ما دواب الفرنسي ولكن نهار اللي مشى لفرنسا كتخرج ديك الفرنسي اللي كتخبيها في اللاوعي ديالها فانت دابا عندك بزاف ديال الحوايج داخلين فيك نهار غطيح في سيتواسيون غادي يخرج مشكل عندنا داك المشكل ديال ما كنعطيوش القيمه لداكشي اللي قريب لينا راسي وداكشي اللي قريب ليا بحال السي محمد هذاك الوليد اللي شفناه داك النهار شاف غير حداه لقى الخضره لقى هادي طلع بيزنس حداه وي حنا كاين كل واحد كاين تقدر تلقى عنده في البيزنس 10 افكار او موين في النهار كيفكر كيقول الا درت هذه غتكون مزيانه عاوتاني يلاه كيشرب قهوه تخيل شي حاجه تمام اخا هذا الشراه هو اللي قرض الدراري الشيء اللي درتي الا درنا المغرب ويرا داك النهار قلت لك هذا المثال الا درنا في المغرب كاينه شي 100 قهوه كل قهوه كيجلسوا فيها غير 10 الناس قول هي 1000 كل واحد فهاد 10 الناس عنده 10 الافكار هي 10000 فكره كل نهار ولكن شحال من حاجه كتخرج من الارض وكتولي حقيقيه وحده ولا جوج من 10000 والله داكشي اللي كاين اخويا البلان هو انه من الحوايج اللي نيت كنتي نقول انا صفقتيني يعني بالافكار ديالك وانني انا واحد الشخص اللي بلا ما نحس بكثره الكتبه اللي قريت وكتفرج في لي سيري وداكشي ديال سيليكون فالي وكتسمع قصص النجاح ديال شنو كيوقع في سيليكون فالي مي داخل انا المغرب داخل بلي غنطبق الفكره ديالي بواحد الطريقه اوروبيه ولا امريكيه لا علاقه لها بالكونتكست والميدان والمارشي ديال المغرب يعني كنت غنتصرف كيف ما كنتصرف شحال واحد وانت حميتيني من هذه المساله انا قاعد كنفكر معاه في السماء وكذا وغنجيبو هذا وغنديرو هذه قال لي عبد الرحمن مساله بسيطه قال لي ولكن كيعجبني فين تيسمع الهضره تنقول له الهضره تنقول له الهضره تمشي صافي ما تيبقاش يسول بزاف كتجيب ولكن راه باش ندرب دماغي انني نسمع الهضره وما نتناقش معاه راه صعيبه انا كنتفلسف انا مع بنادم وي عطيو انا نعطي فهمتي ولكن يعني خدا لي الوقت باش نتادبط مع الطريقه ديال التفكير ديالك ولكن امنت ملي شفت الريزلت امنت كثر وامن من قبل بطبيعه الحال ولكن عطاني اللعبه بسيطه قال لي بلا ما كتحمق راسك غتمشي عند واحد البنت ولا واحد الدري كيقرا في وحده من دوك البلاد اللي غادي اللي انت بغيتي تسافر ليهم تبان الراي ديال البلاد في اللور غيهز التليفون غيقول اللي بغى يقرا في هذه البلاد هذا راه كاينين المناح ديروا سوايب اب وعمروا فورمولا
درنا الطاق 3000 واحد 6000 واحد كيعمر الفورميلا كنقول اش واش يعني درجه ما بقاش قادر ندور لبنادم فهمتي يعني ولا واحد الضغط انا كنت نفكر بطريقه اخرى سير دير فلاير زعما المدارس سباغه وحده وين فوتو واش فهمتي حتى تفكر في داك وعشي والله الا دورت لي والله الا دورت لي واحد البنت قطعات لي في قلبي قسم بالله قرات معايا في السيزيام قلت لي عبد الرحمن انا بديت البروجي ديالي وهادشي اللي كان مشيت خديت انطلاقه ووعدوني انه عطوني 50 مليون ووعدوني غيعطوني 50 مليون اخرى ياك ولا معشي 70 مليون اخرى قبل قضاتي 50 مليون هي عند اجونس دكوم وفرشتها بشي حماقه كنقول لك لومب نازل حتى الله شي حاجه يعني باش يدخل الكليان يتبهر 50 مليون كامله مشات في اصلاحات ديال المحل مشات عند البنكه قلنا سمح لنا ما بقيناش نعطيوك شي 70 مليون اخرى وحق ربي لك هادو تنجي يديروا معايا الاستشاره نقول لك قطع الحيد كاع هادشي كاع هادشي كتشف في اللعبه راه بس مو غادي المساله ديال الاستشاره غايقول لك اصاحبي الاستشاره نخلص عليها هكذا لا واش كيشوفك في راسو 50 مليون كما جيت كنت تربح 50 مليون والله الا والله مسكينه قطعت لي بقلبي فيها اكثر فعلوا مدعوا لي شي حاجه ما عندهمش الحق ولكن قالت لي لا انا كنقول لك واحد القضيه بحال فاش قالوا انطلاقه كل واحد وكيقراها هنا فين كيبقى لا بيرسيبسيون ديال كل انسان وكيفاش هو مركب وكيفاش هو من صغره وكيفاش طالع دابا نهار قالوا انطلاقه شكون هو اللي حسيت به انا احسن واحد استغل في اقصر ظرف هذيك الانطلاقه هو داك خونا اللي مشى دار واحد الطبيله في القهوه وجلس وقال لهم الدراري اللي بغى يدفع الدوسي انا راه كنصايب لي بيزنس تمام ما مشاش للبنكه قال لها انا بغيت نستافد من الانطلاقه تمام داك استافد من الانطلاقه جا عنده شي قالت لهم بيزنس بلوك شي قالت لهم هادي شي قال لهم شوف دابا الدوسي ناضي غير سير حطو تمام فبحال واحد اخر كيسمح لي كتلقى واحد مثلا كان موظف وتيخرج بحال نفس الكونسيبت تيخرج كيقول غنمشي غناخد هاد الكريدي هذا باش ندير واحد المشروع اكس ملي تيخذ الكريدي اول حاجه تيفكر فيها هي البارطمون والبيرو باش فكر بالمايند سيت ديال الموظف ماشي بالمايند سيت ديال المستثمر اللي غيولي انا كنت كنقول لك ركزي في ليد كونفرشن سيلز فوالا كانت ندير لا فورمول ديال عبد الرحمن ما تشوفش الفلوس اللي غادي تحطهم 5 مليون ما تشوفاش بلي غتحط في حوايج اللي غيتامر تيصاوا وغيتنقص لهم لا فالور ديالهم هضر معايا على فين غتحطهم شحال ديال الفلوس يقدروا يجيبوا ففعلا هاد المساله اللي قلتي لي على ديال البيزنس بلان كانت وقعت نيت في الامريكان في الجولد راش اين فوا بدا كيتكتشفوا المناجم ديال الذهب في الامريكان الناس اللي باعوا البالات باش تحفر داروا الفلوس كثر منها يقلبوا عليك كثر من الناس الاخي نمشيو ضربنا ديك البيرود في خميسات مشيتي بديتي البروجي ديالك تبارك الله بداو وليدز كيجيو بداو تماما طحنا بزاف ديال التحديات يعني بزاف ديال المشاكل كيفاش تهضر مع الكليان كيفاش تكونفيرتي كيفاش تقنعو كيفاش تكونترولي السيرفيس ديالك من دو ا ا زد باش الكليان يخرج فرحان وداكشي كامل وكانوا بزاف ديال الشالنج وكنت كل مره كنصيفط لك شنو ندير في هذه القضيه شنو ندير في هذه القضيه هذه كنت انت كتقول لي شي واحد جي سولني قال لي بشحال قلت لك ما عمرت جاوبو بشحال فوالا خدمتي معايا على مساله ديال السكريبت وهذه كانت مهمه بزاف باللي اخر حاجه كنهضر عليها انت السيد نقول لك اللي زوين فيك كتسمع انا واحد النهار ريحت مع واحد خونا قلت له قال لي ولا شي شو بنانتي مهم بشحال قلت لي انت راه ما كتجاوبش بشحال كتبدا بنادم السيلز كيبدا من هذه النقطه هذه بشحال يا الاخراني واخا يسولك بشحال ولي يسولك على شي حاجه هي الثالثه كتقول لي لا شتي فاجي معايا من هنا الا ما بغاش يسمع لك تبدا معاه من الاول جري عليه تمام بلا ما تجاوبوا على بشحال تمام ويقول لي صاحبي فيك الهضره صاحبي ترى ما هادشي راه ما خدامش قلت له صراحه اخي قال لي ويقول لي تبت لي شي كاد الهضره ديالك خدمهاش قلت له وحق ربي ما عمرها خدمهاش الا هي كنت باغي نفتي عليه ويقول لي واك وليت تسكت انا راه تقول ديك اللعبه ديال متكاجا انا وياك تقول له ولكن راه ما نقول لك راه ما خاصش تبقى تجي بالهضره مع بنادم ديك اش كنسميوهم دوك التحديات حتى بدا شي واحد اخر نقول له صافي هضرتك يا الصحاح لا داكشي اللي كاين بقى نتلاش معاه انا تجي تسولني وغتقتلاش معايا صافي علاش جيت باش عجبني السيد وبزاف ديال الدراري لي جون تبارك الله تتقول له طق 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 امين مشى يخدم انا طبق انا اللي ما خدمتش نقول لي خويا سيمو لقيت المشكل في المساله اللي قلتيها ليا وكيقول لي مثلا المساله ديال الفورمولير قلت لك بلي راه لقينا فيها مشكل وتقول لي بلاتي وعدل هذه القضيه هذه بقى تيستي فهمتي فهكاك باش مشات يعني كتاخذ نصائح من عندك انت من عند الطار العالمي حتى هو فادني بزاف فهاد الناس هادو كاملين راه انا كنقولها وكنعاود راه واخا تكون كبرتي مع السيمو مزيان اخي واخا تكون كبرتي معاه من الصغر راه ما غيعطيكش الوقت لك ما كنتيش حتى انت قادر تعطي شي حاجه فهمتي وباش تعطي شي حاجه تستخدم على راسك هي بي ما يعطينا والو يمشي غير يخدم اخي الزاهد تماما هو تيجيك ما دير والو في حياته تيقول لك خويا سيمو انا هادشي اللي كنتلاقى معاه يوميا خويا سيمو سمعت هادشي ديال الكوميرس وباغي نبدا وشنو بغيتي ندير لك
وباغي نبدا ها انت سير simulife.com/eco ما تلقى كلشي مشروح تمايا بغيتي تقول لي شي حاجه انت راه تما قلت كاع العلم كامل نسيتو خوتي تمايا شي نصيحه كاع النصائح انا راه تولي لابس شي نصيحه تنقول لي النصائح في العالم كاملين اللي غادي نعطيك كاينين تمايا الله يرحم لك الوالدين سيري شوف تمايا واخ كتلاقى معاه مره اخرى انا كنعقل على الوجوه ما كنعقلش على السميه اي انت شفتي جيتي عندي شي مره اي شنو درتي وصراحه تلهيت دابا جيت ندوي معاك غير داكشي ديال الاي كوميرس تنقول ليه وحق الرب واخا ما عقلتش فاش كنا دوينا الا كنتي سولتيني نفس السؤال انت ما عاديش لا انا نقول لك شوف كاينين الناس نرجعوا لديك الجمله اللي قلنا في الاول ديال كاين اللي عنده هدف دابا راه كاين انا فاش كنجي عند سيمو كنجي وانا عندي واحد الهدف ميزا بار العلاقه الشخصيه وهذا عندي واحد الهدف حيت انا ما كيبانش ليا سيمو لايف اللي عنده كذا د لي فولوور ولا انا كيبان ليا سيمو اللي عنده واحد التجربه داز من بزاف د المطبات وغي يعطيني العصير اي ما خلينيش ندم اجي بحال هذيك دوك الطوطره نبقى نضرب فيهم اللهم ديرني شي زنقه اخرى جاي وباغي نتصنت اصلا وكاين واحد اللي جاي عنده الهدف هو بغى يوري السيمو لايف انه هو فاهم المشكله هي كنخلاني بان فاهم واحد النهار الحاج توت لا ديلا يا موت بقى فيه الحال جاب لي واحد الشاب قال لي هذا الشاب هذا وليدي راه كدا 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 ويقول لي بحال هكا شوف انا راني كنفهم في كل شيء في الاي كوميرس في الديزاين في الديفلوبمون كدا لا وانا نقول له قلت له واخا ما عندي انا باش نفيدك ملي انت كتفهم في هذا الشيء كله ويقول لي لا راه انا دابا تنطلق كامبين ديال الفيسبوك قلت له انت راه كتفهم في كل شيء اخي انت خاصك تفكى انا راه ما كنفهمش في هذا الشيء كامل صافي وكان فهمتي ديك اللعبه ديال ياك انت واعر قلتي انت واعر وصافي لا هذا اكبر غلط ركبت انا والحاج والله الا بغادي ويقول لي وشوف دابا هاد الولد هذا ماشي ولد واحد ولد صديق ديالو قال لي شوف دابا هاد الولد هذا انا جايبو لاقيه معاك يجلس يسمع يتعلم هو مع السلام عليكم قال لي هو حق الرب الا قال واحد الجول قال لي شوف انا راني كنفهم في كلشي انا معاك قالك صافي سالينا الشريف كاين اللي عنده الهدف هو انه بغى يحقق الداش ديالو ويحس بانه نجح ودار شي حاجه غير في لوفيت انه تناقش معاك 10 دقائق هو بانك غاب لا وانا قلت له انا غاب انت واعر صافي اما اللي جاي عندك الا جلس معاك غير جوج دقائق خدم عندك جوج جمل من ديك التجربه ديالك اللي باديه من 2010 كيمشي كيخدم بها المثال ديالو المثال ديالي ديال اي انسان جلس معاك ولا جلس مع الغيساني ولا كياخذ جوج جمل كيقول هادو دخلوا في راس المال وي غنبني عليهم سي 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 كيتس الكابيتال ايماتيريال راه حتى هو داخل في الكابسول نوليدج راه خديت من عند فلان اللي هو تجربه ماشي سميه وي تمام فهمتي وكاين واحد اخر اللي شوف وما اكثر ترى حاجه سوا ما عرفتي راه القلب نزيد الدعم فايت جيتي الشركه دويتي على الشركه غدا وي بعدا الخطوه باش نلقى الشركه خلصت الفيديسير 3500 درهم زعما دار معايا طارج ديت باش حسب لي بالثمن هذا ولكن اخي سيمو راه كيحسب لي بحال فلوسي مشاو حيت واحد المساله بدلتها لي في دماغي انا كفريلانسر كنعرف نعطي وقتي ونتخلص فيه انا عمر ما دخلت لي في دماغي باللي خصني نحط الفلوس باش نربح الفلوس هادي والله اخي دابا انت كتجيك عادي انت دخلتي في التجاره لا انا تنامن ان خاصني نحط في اي حاجه الفلوس نشري الوقت انا هادي عمري ما كنت نامن بها يعني داك البارادايم دماغي كان خصني نبدلو بواحد الطريقه انه خصني نحط الفلوس فوالا خصني نحط الفلوس باش نربح الفلوس وانت دخلتي لي الفكره هادي في دماغي فحطيت الفلوس باش نلقى الشركه تقادت الشركه بدينا خدامين الحمد لله درنا واحد شي فضافيغ زوين ثلاث شهور الاولى من بعد ست شهور الاولى بقينا غادي مزيان وقعوا بزاف ديال المشاكل بطبيعه الحال يعني بزاف ديال لي شالونج حتى 2019 كنسمع بلي تلونسا بروغرام ديال لين دياش اللي هي المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وفي نفس الوقت تلونسا بروغرام ديال الف فكره ملونسيها جروب اكوا اللي هو ديال افريقيا هذا ديال الف فكره خويا غير بالضحك قال لي عبد الرحمن بقى ليه نهار مع داكشي كتبع با ريجيون مراكش قلت لها نهار اخر اجل بالليل ديسكريبسيون طانا كتبتها بلونجلي انا ما كنكتبش بالفرنسي درت جوجل ترادكسيون للفرنسي وانا نحطها بالفرنسي تماك دبعت ليهم غيدوروا لي يقولوا لي راك دستي من واحد المرحله عجبتنا الفكره ديالك واش ممكن تشرح لينا دوز انترفيو
انترفيو دوز انا في التليفون قلت له ما شحال درت شحال واحد خدمت معاه اتسترا دوز انترفيو الثاني دوزوني قال لهم بروك راك دستي دابا تقدر تستافد معانا من واحد 2 مليون سيفونسيون هادي كتعطي لك ما ترجعهاش ومن 18 مليون كريدي غراتوي على 5 سنين اوكي فهمتي هادي خديتهم بجوج خديتهم بجوج انا في الاول كنت ما باغيش ناخذ داك الكريدي غراتوي حيت ديك الساعه كنت نفكر بواحد العقليه من بعد ملي كنفكر بالعقليه ديال 18 مليون تقدر تروجها في البيزنس ديالك ولا تحطها انت غير تحطها كا اسيرونس عندك تماك وقعت شي حاجه خايبه عندك فوالا وخصوصا انه كيعطوك ما بين عام حتى العامين الاولى ما يهضرش معك ديفير مزيان ما كتخلص الطريطات ابتداء من الوقت فاش خديتيها بيان سور فوالا عندك عام عامين ما كيهضرش معك سير خدم على راسك وانا كيبان لي انا ما قدرتيش تحرك 18 مليون ما تخرج لنا شي حاجه ما تحرش ليا ولا ما قدرتيش تحرك 5 وما قدرتيش تحرك 10 ما بلا ما تحلم شي فوق تمام انا بالنسبه لي ما عرفتش تحرك حتى 1000 درهم 2000 درهم راه غادي تلقى مشاكل مع شي صحابو دابا الناس راه تيقول لك واش نايا صاحبي الاي كوميرس خاصني تكون عندي الفلوس كثيره ومرحبا بالسنشكر زيد حتى تجيب كورس اخر هذا كورس رضا الجماعه كملات صافي ديال ساعتي ماشي الفكره اللوغو ديالها غير باش تبان لهم ياك هذا هو اللوغو ديالها فراه دابا دخلوا في السيزون الثاني يعني العام الثاني اللي الناس يقدروا يستافدوا من هذه المساله ديال الفكره والله اخي سيمو اللي كنعرف الدراري في مراكش تبارك الله راه كيشيفريو 30 مليون 40 مليون في الشهر ومشاو دفعوا ليها فكره اخرى وتا راه حنا يوكان راه يوكان مشينا دفعنا الانطلاقه علاش اخويا كاينه المبادره سيرتو المبادره اللي دارها سيدنا نمشيو اخويا تماما يعني شحال واحد كيقول لنا شنو غدير لي 10 مليون انا محتاج اكثر تنقول له عباد الله شوف 10 مليون محطوطه صاحبي دوز خوده يعني دوز خوده يعني تقدر تستافد منها تلقى غير ادس انت اخويا ماك شنو خسرتي فهمتي فدفعت الفكره الحمد لله دازت الامور مزيانه دزنا السطاج الاخر اللي هو لندياش اللي هي المبادره الوطنيه للتنميه البشريه هذه شحال هذه لبقيتي عقل اخي سيمو هضرتي عليها في واحد لا فيا مات تايلاند ديال الارانب ولا الارانب والدجاج ياك دابا الدوله فيها الفلوس فيها شغل مغرب الحمد لله ما كايناش الازمه ديال الفلوس الدوله ما عندهاش فلوس الدوله كتعاني كاينه الفلوس كاينه فلوس صحيح المبادرات دويش عليهم انهم ما كيتوجوش بشكل صحيح كيمشيو للجمعيات وانا عارف ماشي صحابي ماشي سميتو لوط اوف ماذر فاكرز تيقول لك هذاك ما هذوك اللي دفعوا داك الدوسي ديال تربيه الارانب تربيه الماعز تربيه كذا كذا جايبين كاملين تيجيبوا دوك التواصل تيدفعوا من العماله كيتكاو على الفلوس ديال ليان دي اش ما كانش محاسبه في هذه القضيه هذه صور الناس كان انا شفت بنادم اللي فرشات الصالون اللي خرجت فيها 500 هي فرشات الصالون والله تنحترمها اللي خايبه صاحبي هو اللي قال لك تربيه الماعز ما شرى ماعز ما دار ماعز حتى حاجه عرفتي اخي دوك الفلوس باوي في الدوسي صور معايا صاحبي كون هذوك اللي خداو الستور هذوك اللي خداو تربيه الماعز كون مشاو ربوا الماعز اللي خداو تربيه الارانب كنت تلقى المغرب كيطير فيه الارانب الارنب كيجري في الشارع انا فين كندخلوا في الثقافه اللي عندنا متجدره وهذه المساله كان نيت هضر عليها الدكتور ايمن انه في المساله ديال المغرب ما عندناش لا نوصون ديال السيكوريتي ملي كتمشي لالمانيا الناس ما كيشريوش الديوره في المانيا كلشي يعني واحد 80% كيكري عنده الثقافه ديال خصو يكري ويموفي من هنا لهنا ما يشريش علاش حيت عارف قفارت وطاح الدوله غادي كاين سيبورت سوسيال كاين التعليم كاين الصحه كاين يعني فقد العمل ديالو الدوله غتبقى تعطيه فلوس لا فرنسا لا في المانيا بقى تعطيه فلوس بما عاتو نوقف على راسو جرعوا عليه من الخدمه عنده باش انا لا خص اول حاجه بلاتي الدار خصني نوفر الدار هاد العقده ديال خصني نوفر الدار كاينه فين في المغرب وحتى في امريكا حيت امريكا ما عندهمش نظام ديال الصحه ما عندهمش زيرو ولي ديك الصحه العربيه كاتقول العربي كان تيضرب معاك تيقول كنخلصك انت سير دير الصحه انت سير دير لاسيغونس دير تماما ففي شتي هاد القضيه كاينه في منين تلقاو هذاك البرامج ديال الانطلاقه وديال هادشي ديال الدعم ديال المشاريع وهذا بانت واحد الظاهره خطيره اللي شويه بالناس بداو كيعيقوا بها هي انه الناس قرب خير هذا شويه هنا الناس عندهم الفلوس هما الهدف صافي دير كوم نيكي ياخذ الكريدي بالنسبه له راه حقق هذاك الهدف الفلوس ماشي الهدف هو البروجي الفلوس راه الانسان من الاول خصو يعرفهم هما نتيجه تمام الفلوس سي اون كونسيكونس الفلوس نتيجه بحال العلاقات حتى هما نتيجه بحال الناس لي كوسيستيم اللي غتبنيه نتيجه حتى الفلوس نتيجه مي الهدف راه هو المشروع بار كونتر الا كان عقلك كيفكر قهوه مربوحه دونك غنمشي ندير قهوه
هو ريستوران مربوع ماشي هو بالنسبه لا تلقى اخي معمر ضرب تلقى معمر ضرب القهوه في القهوه ولا خدم في القهوه ولا كتلقى معمر در ريستوراسيون غير ابليان مي خاصني الفلوس علاش حيت عندنا لا نوسيون اللي قلتي انت حنا ناس مربين على اساس انه خصنا نمتلكوا وي تمام الحاجه الامتلاك كتساوي كتساوي السيكوريتي ولكن الامان دار ونمتلك طوموبيل ونمتلك هادي ونمتلك الذهب ونمتلك الذهب هذاك هو الهدف وي وي تمام شنو هي الطريق لا ما وشنو هو المشروع شنو هي النشاط ديالي ما تيهمش فهمتيني دونك عادي واحد جيتي حطيتي ليه 50 مليون فوق الطبلة واول حاجه كيدير هي العنب هي الاولى المساله انت في قرش مع خير رضا بعيدا عن العنب الفكره من بعد دزنا المساله ديال اللي نديرها هي المبادره كما قلت لك المبادره ماشي شحال هذه كانت عندها هذه السمعه ديال الدجاج والدواجن والارانب ياك من بعد 2019 طلعوا واحد البروغرام جديد مزيان اللي انا خايب اللي قلت لي عجبني الحال يعني في بعض لي ريجيون مولا البنك الدولي شنو كيعطيو كيعطوك ما بين 10 حتى 20 مليون عاوتاني دعم ما ترجعش عباد الله ولكن في الكونترا كاينين دي كونديسيون طبيعي الحاجه الفلوس عاوتاني دولنا على راسك انت شنو داروا معاك في لي كونديسيون لي كونديسيون على كل شيء راه ماشي عليا لا لا على كل شيء فيهم بلي دوك الفلوس خصهم يتحطوا فواحد البلاصه اللي انت قلت لهم خصهم يتحطوا فيها بطبيعه الحال باش كتفادى هذه المساله بلي انت كتقبل انهم يكونتروليوك مره ومن حقهم انا خايم على المحاسبه انا اخويا حاسبني حيت انا عارف راسي حيت انا كنقول للدراري كنقول لهم كنقول الله يحبها والدي بغيتي تدفع هذه الفرص هذو لك تي ناوي تدخل على الدغل تخلط الفلوس تحطهم في شي بلاصه اخرى عافاك من الاول ما تدخلش لكن تي ناوي دوك الفلوس تكبر بهم المشروع ديالك راه ما غتخافش من المحاسبه فهمتي انا رجع عندي ثلاث المرات والوالي جا عندي جوج المرات مره دخل عندي البيرو الوالي ديال جهاز المراكش وواحد المره ابي طون يعني دخل عندي حتى البيرو ايفن شوف انا خايفه عقد الامل ولكن نهار دويتي لي على الوالي ديال مراكش وواحد تصدوا لي على واحد الوالدي واحد الجهه باش كنقول هاد الصيف انا دو سمارت لا 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 خدامين لا هاد الجايز هادو سمارت انا تيكونوا في المغرب كامل انا بلا ما نذكر الجهات الاخرى حيت جهات اخرى سمعت فيهم عقالات باش يكون واضح راه شي جا الكراو ترى ولكن ما عرفش الدوار راه تربوج يكونوا سيربيين راه واحد الناس راه مشاو لا تماما ولكن انا شنو كنقول انا كنقول خسرتي 70% ولا 80% ديال المعركه اللي كنتي داخل ليها بهذا التفكير ديال راه غيعرقلوا لي انا نقول لك واحد الموقع مع الوالده ديالتي فهمتي الوالده ديالتي اون فوا قلت ليها بلي راه دخلنا 27 مليون في 3 شهور كتقول عبد الرحمن واش انت متاكد بلي هادشي اللي كديرو قانوني وما يجيش يعني تدخل عاد حيت الوالده ديالتي التفكير ديالها انه حيت كامله مسكينه ويخدمها اكثر من 30 عام تبارك الله كتقري وعندها واحد السمعه زوينه في مراكش لحد الان كيوقفوها التلاميذ اللي قراو عندها في السابعه والثامنه والتاسعه لا شوخي الوالدين ديالكم فوالا انت الوالد تبارك الله نفس المساله الوالدين ديالك بجوج هو كيعرف انه كيقيس الفلوس ديك المساله قلت لكم كيقيس الفلوس من الشهر للشهر حنا كنعرفوا بلي كيقدروا يقيسوا الفلوس كل نهار كل دقيقه فجات الشكل مي بغيت ندفع المساله ديال الولايه خافت لي يكون شي بلوكاج قلت لي عبد الرحمن ياك ما بتزك شي واحد وقال لك خاصك تعطيني باش نعطيك حيت هاد القضيه خرجت في انطلاقه بزاف ديال الناس جاو تشكاو لي راه شوف من الوزير سمعناه منه ديريك انطلاقه طرافع الخواض دابا كنشوفوا كيفاش نقادوا هادشي طرافع الخواض دازت بالمعار شوف هادشي كلشي عارفو حتى واحد ما يقدر يخبي حنا بغينا غير هادشي يتقاد وي تماما مي انا كنشوف اللي كتقاد كيستافد واحد بحال كيستافد واحد من الشباب النقيين تيمشي تيخدم لك الناس ماشي تياخذ الفلوس ديالك فالنية ديالنا من الاول ديال هذا اللايف هذا ماشي نبيعوا الحلم ولا نقولوا بلي هادشي هذا كامل ايجابي هو ايجابي من ناحيه غتاخذ الفلوس غتاخذهم بعض المرات تقدر توقع ولا تطيح في عراقيل ولكن الله يحب والدي ما تدخلش بهذه النية ديال من الاول غيعرقلوني انا صراحه انا شوف راه كنقولها لهم راه الوالي كنسمعني هكا قلتها قلت له شوف بكل صراحه انا راه دافع معاكم قبل ما ناخذ الفلوس وشاك فهمتي كنقول كاين شي قالب فهمتي اتوقع شي مشكل وداز داك شي واحد السلاسل اللي والله العلي العظيم الى يومنا هذا راه كنقول واش انا في المغرب ولا كنقرب اخي الى المغرب شوف والله الى المغرب الى الدوله باغا تخدم والله الا شوف كاين كلشي زعما راه تيديروا كلشي باش لحقاش شنو تيديروا مع هاد العرمات بنادم الا ما لا امبوسيبل فوار يعني دابا تيقول اللهم فكنا منه نعطوه فلوس يمشي يدير شي حاجه ويخدم تماما فمن الشروط كانت المساله ديال انه شحال هما كيقول لك انت قول لينا ماشي غنفرضوا عليك انت قول لينا الا نجح المشروع حيت لما نجحش ما غيتحاسبوا معاك في الماتريال واش بعتي ولا ما بعتيش ما عندكش الحق تبيعو عندك الفلوس داكشي اللي شريتي بهم ما عندكش الحق تليكيديهم في قل من 3 سنين
مرات السن كيوليو ديالك ديك الساعه انت تقدر تقبضهم وتتروجهم ولا شي حاجه. فكيتحاسب معك في المساله هذه. مساله اخرى سولوني شحال في نظرك انت من هنا 5 سنين ولا من هنا 10 سنين شحال غادي تخدم معك؟ فقلت لهم 1 2 3 4 5 يعني نخدم واحد 5 الناس. وقلت لهم انك غنخدم 5 الناس يعني بمعنى تخدموا بطريقه ليغال تديكلاراو. فهذا هو هذا هو القلب هذا هو الهدف ديالهم من هذا كامل. هما باغيين يعاونوا الناس باش يعاونوا الناس اخرين بكل بساطه. يعني انت تدخل تدخل بهذ النيه هذه ومن تكون كتبيتشي قدامهم حيت غدوز من قدام واحد اللجنه وما يخلعش هذه المساله هذه. ملي غدوز قدام واحد اللجنه خاصك تسمعهم هذه المسائل. والله يحب الوالدين تكون في النيه ديالك انك نيت باغي تخدم ولا ماشي باغي تسمعهم تسمعهم. لا لا ما فريمون تخدم ما تحايلش. وشوف كيشمو ولا بغيتي تحايل شي واحد انا ما يدوزاش عليه شي واحد ما غدوزاش عليهم فهمتي. ملي كتشوف بنادم شي دوي كتقول لها لا صاد رضا كاع خلاص ماشي غير يشمو رضا قدر يقول لك طنطن يقول لك كوتش فهمتي. هما 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 باغيين باغيين يعاونوا وكاين هاد المساله ديال الفلوس وراه بروغرام على حد العلم ديالي ديال هاد الجالين ديال سيروا سولوا في العمالات ولا في الولايات ديال المدن ديالكم ولا ديال الجهه اللي نتوما فيها ومعلومه مزيانه نعطيها لهم. دابا الولايه ما بقاش هي اللي كترد الدوسي ديريكتوم ولات كتعطي الفلوس ديال لا فورماسيون لاربعه ولا خمسه ديال لي زانكوباتور في المدينه ديالك اللي هما انكوباتور كيسمى مسرعات اكسيلاتور اللي هو مسرع انا مع انكوباتور فوالا لحقيتاش انا نمشي نبيتش لواحد خونا موظف ما عمره جي في لا تماما ولا واخا جي هو اصلا انت اش قرب كل اونتربرونوريا انت موظف علاش تقول عليا انا ولا لا تماما. جيب لينا اللي خلي اللي خليه فيريفي داكشي واش شي واحد اونتربرونور تماما. فكيعطيو هاد حيت الموظف حتى هما عارفين شنو كيديروا على ود حيتاش الموظف كيشوف غير المسطره تمام ادمينستراتيفمون واش انت مقال وي ما ميتنون تكنيكمون خاصهم ان سافوار وي ما عندهمش اللي فاهم هو اللي كيشوف الجهه التقنيه وي. اما الدوله انا نقول لك اللي فهمته في هاد السنين اللي انا خدمتهم هنا تنفهم انه الدوله كتقول لك انت دوي على راسك جيب مشروع ديالك وي العيب والعار انا ما عاونتش. لا تماما تمام. هي الدوله شكون ما كتعاونش ما كتعاونش غير داك اللي كيبقى يغوت في الخاوي ولا هو اصلا وباغي يجمع الناس ويقول لهم باللي راه بصح هاد الخاوي راه كاين. تمام تمام. الوغ كنت جاي الا جيتي وجاي معاك امور ديالك مضبوطه ما كاينش شي واحد غادي يحبسك. وقلتي واحد النقطه واعره قلتي واحد النقطه في الصميم سيروا سولوا وي تمام. الناس راه جالسين ودير رجل على رجل كيتسنى يقولوا ليه بلي وزاره الصناعه والتجاره راه كتفينونسي لك ام في بي الا بغيتي كيتسنى يقولوا ليه واش مشيتي دقيتي سولتي مشيتي لغرفه التجاره شوف شوف والصناعه انطلاقه واحد السطانه في مراكش عييت معاه سير سير جلس مع الشيف داجونس في لاجونس اللي حل فيها سولو تقول لا لا جاوبني انت في الاخر قال لي صافي جا بنمشي تصور مشيت خليته مشيت لتركيا مشيت للامارات نزلت للسعوديه رجعت للامارات ترجع واحد الدومو رجعت للمغرب ام درا مشيتي والله اخويا ما كان لقى الوقت سالي لا صافي صافي يعني المساله ماشي مساله ماشي بريوريتي. المهم هذه بالنسبه للاندياش وكيف ما قلت كيدوزوك من هذاك الانكوباتور اللي هو كيكون بحال واحد الجمعيه اللي جمعيه حديثه يعني غتلقاها بحال هذا السباس ديال اليوكان كتدخل تماك وكيفورميوك لمده 3 شهور الا كنتي يلا غتبدا الا كنتي ديجا بادي كدوز ديريكتومون لا فاليدا وكدوز قدام اللجنه وكيديبلوكيو لك الدعم. داك الدعم كيديبلوكيو وكيقسموا على 3 ديال لي طرونش كيعطيو لبقيت عاقل قلت 30% في 30% في 60% في 10% هي هادي كيعطيو لك لي طرونش فهمتي. و يعني كتقول لهم ها الماتيريال اللي بغيت تشري بغيت نشري بي سي بغيت نشري كاميرا علاش قسموا اخي دي طرونش انا عارف علاش باش باش يشوفوا بلي بنادم نيت سيريو بلي نيت غير كنعرف انا واحد الدري خدا 10 المليون 3 ديال لي طرونش طروش الاولى مشى درع عيد ميلاد لصاحبته طب في الفلوس اي العينه شوف بحال ديك النهار شوف واحد النهار واحد النهار مريحين حنا في واحد الكافي هذيك الريستورو مريحين تندوو ملي دخلنا شي واحد الميتينغ فيه شي 6 السوايع كندوو انا ورضا والدراري في الخدمه وكل شويه شي واحد جيب صاحبته يدير عيد ميلاد كنقول بحال حنا عيد ميلاد اكسبريس فيه 30 دقيقه تنقول الدراري والله حنا ما عشنا ما شفنا هاد الدراري عاوتاني جيت مدخل شي واحد عيد ميلاد عيد ميلاد عيد ميلاد قلت لهم الدراري حنا ما عشناش هاد الدراري بقينا دايرينها في الخدمه وي 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 ف هادشي اللي كاين بالنسبه للدياس وكيدعموا مجموعة ديال المشاريع. يعني انت خصك كيف ما قلت هاد السيمانه نشوف واحد البروجي اللي خدام في تونس ولا الجزائر ولا حتى في المغرب خدام في مدينه اخرى نقدر نجي نديبليكي وناخذ عليه. هادي اخي مزيان اخي الزاي دوي على الجراتيفيكيشن هادي هادي دار عيد ميلاد لصاحبته هذا بغا
الفاست جراس هذه ولكن تخي الزيت كان بلوكيك شحال من مره على مزيان يستافدوا الشباب عاد نكملوا شحال يعني اون فوا بدات الشركه كتدخل وبدات القضيه كتحرك كنقول لها باسيمو بغيت نشري طوموبيل كيقول لي بلاتي تقول لي ماشي دابا كنت كتسمع الهضره قبل ما تفكرت ما تسمعش الهضره لا حيت اخويا سيمو تم مساله ديال الاحترام يعني ملي كنحترمك كنحس بك الا مشيت انت درتها هكا غتسخط عليا لا والله الا خاين زيدنا غادي نقول لك ياك درتي اللي فراسك سير كمل لا وي تماما ف كنحاول ما يمكن نسمع ليك وفي نفس الوقت مره كنشارونجي لي زيد ديالك كنقول لك ولكن راه هذا دار تقول لي وكلا بلاتي كتعقلت مساله ديال الطوموبيل ملي بغيت نشريها تقول لك والو اخويا سيمو خصني نشري طوموبيل خصني نشري طوموبيل انا قلت لك هاد صاحبي راه خدا تقول لي شوف هذاك هي البدايه ديال النهايه ديالو وفعلا قسما بالله الا كي لحد الان ما عندو حتى ليسونس باش يحرك فلوس ليسونس ما عندوش فهمتي فشحال ما اجلتي ديك المتعه شحال ما طلع 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 القضيه في هاد القضيه ديال الدعم اللي ما اللي غادي يمشي بيت شي واحد الفكره ديال واحد البروجي وهو ما مامنش به لا داكشي اللي كاين حيت راه اول حاجه هذاك البيتش راه دوزنا الاول والثاني والثالث هذوك الناس صافو ولاو حتى هما كونوا واحد التروفي ديال ستارت اب دلاني ولكن راه خاصك تعرف انه كتنجح بالانيرجي اللي انت كتطلقها لهذوك الناس ملي كتكون مامن راه كتطلق واحد الانيرجي في هذيك لاصال اللي راه ضربتي 90% بور كونفانك هذيك اللجنه غير بالانيرجي والطريقه ديال الهضره ديالك وتحسوا بك مامن وغتصنع وغدير بار كونت اللي دخلتي وقلتي لهم ها قهواك وان مزيانه فيها 10 طويبلات وراه يجيو عندنا صحاب لانيفيرسير وهذا راه كنعرفو شوف ما لا تماما على ذكر هذه المساله خاص تكون مامن وتكون فليتي البروجي ديالك من جميع الجوانب مي كننط قدام اللجنه ديال لينديرش النهار اللي غدوز قدام اللجنه كدوز في الولايه فهمتي فكاين ديك الهيبه ديال الولايه وكاين يعني واللجنه فيها شي 13 لواحد واحد فيهم كان في اللجنه ديال الفكر وقال لي اجي انت قال لي اجي انت قال لي كيفاش انت تبعتي الفكرة قال لي شتك في الفكرة تبعتي لهم ياك قلت لي قال لي خديتي قلت لي قال لي ودابا شنو جيتي دير هنا قلت لي واش والله انا هكا مي كتكون واثق في البروجي ديالك والله العيال العظيم قلت هكا قلت لي واش كاين شي واحد غيخلي فلوس محطوطه غير هكاك ما يدفعش ليها قلت لي كاينه فلوس انا اليجيبل ندفع غادي ندفع وغادي نسكيلي البروجي ديالي فهمتي علاش ما ندفعش واخا انا كنشفري كثر علاش انا ما ندفعش لذاك اللهم تعطوها لي انا بعدا اجي نخدم لكم تماما الشيف داجونس انا تنعرفو في هادشي الانطلاقه اللي كنهضروا عليه جا عندو واحد السيد تنعرفو دخل عنده حط الدوسي ديالاش بغيت ندير سونتر دابي طاف 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 3 سيمانات روجتي مشى ضرب دويره عاوتاني جا حط لي دوسي ديالاش بغيت ندير تريبورتيرات ديال لافاج طوموبيلات عاوتاني روجتي مشى ضرب دويره تم جايب ليه واحد اخر كي كل كيجلس ما عندوش الفكره هو باغي الفلوس دابا انت كنتي خدام عامين دفعتي له هذا تماما انا عامين اخي كنريسبكت السطان اللي بحال هكا عامين بروتوتيب اوتروبيت بروتوتيب اللي خدا واحد 7 شهور اصلا من هذا ديتا مهمه قلتوش من العام ديالي الثاني في الجامعه انفو وليت رئيس تجاريه مغربيه واحد كنت كنبارطاجي ستوريات في انستغرام بلي انا في كوبونس وكذا والبحار وداكشي زوين كانوا الناس كيكونتاكتوني كي درتي كمشيتي تما كي درتي كيخديتي بوكس وكنا درنا واحد الانترفيو مع واحد السيد خدام في الجزيره وطرما داك الانترفيو في اليوتيوب بدا بنادم كيجي كونتاكتيني فمن ديك الساعه بان لي بلي راه كاين مارشي ديال هادشي داك كاينين الناس انتريسي باغينك تعاونهم غتعطي سيرفيس غتخلص على داك السيرفيس يعني بديت كنعاون الناس يجيو يقراو في قبرص وفي تركيا وانا عندي 19 عام طوب يعني تدربت قبل ما نرجع للمغرب ونبدا البروجي تدرب دابا اخي السيد نسولك اشنو ستارت اب ديالك كدير هاني قول سميتها قول شنو كدير ستارت اب ديالي سميتها توجيه الخدمه ديالتها هو انه كنديروا كنعاونوا الطلبه كنوجههم شكون هو شنو باغي يدير حتى داك شكون هو داك المعاناه اللي دزنا انا ملي رجعت للمغرب تيميت مع واحد جوج ديال البسيكولوج قدرنا واحد لا ميثود ديالنا تيمينا مع جوج ديال البسيكولوج باش نفهموا العقليه ديال داك اللي قدامنا يقدر يكون عنده ادمان عنده ضغط من عند الوالدين ستريس ديال القرايه كيفاش نتعاملوا معاه كيفاش نهضروا معاه كيفاش هو يلقى لا فوكاسيون ديالو في الحياه فهذا هو الطاب الاولى ديال البروسيس ديالنا حيت حنا ماشي اجونس كنصيفطوا بنادم على برا حنا اصلا التسميه ما حنا ما كنسميوش راسنا اجونس حنا مكتب ديال الكونسلتين فباش ندير انا الكونسلتين اصلا خصني نعرف نهضر مع داك الطالب ومع والديه راه حنا عندنا ديسيسيون
راه كنجيب الاب ولا الام مع ولد ولا بنتها وكنلاقيهم بجوج تقولي شتي انت تخرج على هذا الا بغيتي غادي معها بهذا الضغط هذا فهمتي فهذا هو البروسيس الاكثريا هي مضغوط مسكين الوالدين ديال قرا سير ديال فهذا هو البروسيس الاول وهذا لحد الان استفد منه تقريبا شي 34000 طالب مغربي مدة 3 سنين تبارك يعني في دي كونسلطاسيون وان اون وان في البيرو ديالنا في دي كونفيرونس في في, في دي زوم يعني خدنا مع واحد العدد كبير وكتجمع واحد الخبره كبيره والحاجه الاخرى هو انه هذا السيرفيس لحد الان كنقدموه بطريقه مجانيه مره فين كنقدموه بالفلوس الا كان غياخذ لنا وقت طويل طوب. هذا الجزء الاول من الخدمات اللي كنعطيو الجزء الثاني هو كنحاولوا نحيدوا ديك الفكره بلي راه كاينه فقط فرنسا ولا كاين فقط الاوروب راه كاينين دي ديستيناسيون اخرين كيتخاطفوا عليك يعني دابا الا قلت للناس اللي كيتبعونا بلي راه كاينين جامعات اللي حاطين واحد الكوطا ديال خصنا نقدو قدا ديال المغاربه كل عام باش الجامعه تسمى دايفيرس عندنا لا ديفيرسيتي عندنا تنوع ديال الجنسيات في ديك الجامعه وعلى كل مثلا جامعه اللي قلت فيها انا رسميا كل عام جوج ديال المنح كامله المغاربه غتقرا فابور في الجامعه كل عام جوج المنح فابور اجي تقرا كاين جامعات اخرى دايرين كوطا ديال 5 قال لي دايرين كوطا ديال 10 فهمتي فملي كتفهم كيفاش الجامعه كتفكر كتعرف شنو بغاو كتخدم على راسك وغادي تقبل فاحنا شنو كنديروا حنا هو داك الوسيط ما بيننا وما بين ما بين ما بين الطالب وما بين الجامعه وكيجي عندنا الطالب كتقول ليه شوف شتي انت بالبروفيل ديالك من بعد ما كيدوز واحد التست ديال بيرسوناليتي وداك الشيء ها هي الجامعه اللي غتصلح لك ها لا بوش اللي تقدر تستافد منها والحمد لله دابا راه اكثر من 400 طالب راه استافد من المنح يعني تتوجهوا تمام هذا هو السيرفيس اللي كنعطيو سيرفيس مرهق مسؤوليه كبيره بزاف اللي لا تقدر بثمن وكحنا كنحطوا لها واحد الثمن ديالها فهمتي حتى راه كنشوفوا المستقبل ديال واحد الشخص قدامك لا وبالعكس صاحبي تقدر تحرروا على قداش الاكثر اللي كيمشي كيدفع مثلا الجامعه وهو كاره يمصيفط لي تمام وكاين عاوتاني اللي كيصيفطوا 12 انا خويا باغي نعرف انا كيصيفط 12 و14 وحده تمام انا خيت نتسنى شي نوا تحلى بغيت نصيفط معاك الخويا والله يجيب عليك والله الا كنتسنى شي حتى غير ثاني حتى اخر عنده واحد خو بغيت صافي فاليدا صافي انا باقي شي نوا تحل خاصني تحل شي نوا والله الا باغي نصيفط السير ديالو وي وي لا داكشي اللي كاين دابا راه ولا واحد الاقبال كبير على الشي نوا تاع الاخويا فا مثلا انا بهذه الفكره ديال هذه المقاوله ولا بهذا المشروع هذا ديالي مين قلت غندفع على هذا الشيء قلت تخيل انا داخل الفكره ديال ما غيقبلونيش تنقول غيبان لهم بلي هذا سيرفيس وهجره الادمغه ويقدر يفكروها بطريقه خايبه انت كتعاون على هجره الادمغه ولا شي حاجه بالعكس صاحبي مزيان احنا هجرنا ورجعنا تماما فكتمخلوع كنقول لا غيبغيو شي فكره انوفون شي حاجه ما كايناش هو لا ورا انت راك انوفون وقرب داكشي اللي كنشوف في المارشي تماما انت اللي كتبيت شي تا هو المونتيز تمام تمام ف قلت لهم مثلا وحده جات بغات تحصل لي نيت في ديك اللجنه هما ماشي كيبغيو يحصلوا كاين كاين شالونجيوك مزيان كاين خصهم يشالونجيوك يعرفوك واش نتا واقف على الصح ولا والو قلت لي دابا انت كيفاش كدير الناس اللي غتستقبلهم تماك واش خدام مع شي اجونس دو فواياج باش يتلقاو لهم ولا شنو قلت لها في العام الاول كنا حنا كنمشيو مع الطلبه ولا كيكون عندنا شي علاقه ديال شي واحد تماك ولكن حنا شنو درنا في ديليزينا دوك الطلبه اللي صيفطنا بقينا معاهم علاقه مزيانه ولو هما كيستقبلوا الطلبه الجداد وفي نفس الوقت كتعطيهم واحد المصروف ديال الشهر ديالهم اللي كيتحركوا بيه تقول لي برافو عطيني نوت درت عطيني كنت مقصها مع الفيديو تقول لي برافو عجبنيك عطيني خرجت من ساليت البيتش في 5 دقائق واحد 4 ولا 5 من اللجنه ناس كبار النمره ديالك وليدي الله يجزيك بالخير كلهم عندهم اولاد كلشي يتوب عليك كلشي النمره ديالك وليدي الله يجزيك بالخير فهمتي يعني كنقول ما الله يحبها ودي ما تعقدوش شو أخي الزايد الله لا تحطيت في أحسن حاجة أخي الزايد هي دوك الناس يشوفوا فيك ولادها تمام فشحال من واحد جاء عندنا من بعد وصافي الحمد لله داز داكشي مزيان ديبلوكاو لينا دوك الفلوس دقنا دوك الفلوس يعني شفناهم فهمتي أنا ما كرهتش هنا كانت شي طريقة راه نديرو مسكرين كانت تبني إشاعة لا 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 صافي لا ما كاينينش اخي ما كاينش يعني كاينين هاد الفرص هادو وانا جربتو شخصيا ونشوف انا كنقول لكم بلي انا ماشي ليكسيبسيون بلي كاين بزاف ديال الناس اللي استافدوا من هاد المساله هادي
كنسمع دي بلوكاج في مدن اخرين باش نكون معاكم واضح. شنو كنعني بلوكاج؟ ماشي شي واحد يقول لك لا رشيني باش نعطيك ولا شي حاجه، لا. سمع كيف اجدرت لا ما عجبتنيش هذه الفكره هذه، ولا حاولت دير فكره اخرى ولا شي حاجه بحال هكا، فهمتي؟ ف يقدروا يكونوا دي بلوكاج اخرى الله اعلم، ولكن انا كنقول ولكن مزيان واحد الجمله نقولها انا بكل صراحه، يعني الا داك البلوكاج فعلا كاول بلوكاج وقع لك، بلوكاج وخلاك تخلى على داك الفكره وداك الحلم ديالك، ما كتستحقش داك الحلم. الا تبلوكيتي في مبادره كاينه الثانيه كاينه الثالثه كاينه الرابعه، هضرنا على جوج ترتب عليهم جا كاملين. هضرنا على جوج راه زيدني حتى شي وحده اخرى ما استفدتيش منها كتعرفها. الاخرى اللي ما استفدتش منها وغندفعوا لها هي مؤسسه محمد الخامس. عرفت ديك الشاره الصفراء ديال التضامن؟ هادوك حتى هما كيعطيو واحد الدعم، ولكن ما كيعطيوش لك فلوس، كيعطيو لك ماتيريال. يعني غتقول لهم انا عندي اجونس دو كومونيكاسيون، خصني كاميرات، خصني اي ماك، غنمشي نشريو لك داكشي. دارو معاك حنا ملي خدينا انطلاقه شنو درنا بها؟ شرينا كامله اي ماكات وداكشي للتيم صافي. تمام يعني 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 حيت باش نكون معكم واضح، من هاد الفرص اللي غندفعوا لهم شي وحدين فيهم كيحكروا على مساله ديال بغيت نحط الفلوس في الادز، ولا بغيت نشري سلعه ونعاود نبيعها، ما كيتقبلوش هما الفكره، حيت كيبقى في داكشي الخوان، فهمتي؟ فلوس ديال الادز ما كاينش كيفاش يتراكيوها، فهمتي؟ كيعملوش هما لا راه كاين البيزنس ماناجر ولا، فهمتي؟ ما كيعملوش بهذه المساله هذه، فكيبغيو ماتيريال باش في حاله قفرتي هي سيزيو لك ومن حقهم. هما 90% تيقول لك حنا كنشوفوا كشركه، يعني كنشوفوا البيلا، دونك حنا كنفينونسيو لك لي زيموبيليزاسيون كابيتال لانفيستيسمون ماشي الفونكسيونمون، ما غنفينونسيش لك لي كابسول ديال نيسبريسو اللي غتحط في القهوه اللي غتحط في البيرو ملي يجيو عندك ملي يجيو عندك الكليان. والناس خاصهم يفهموا ان هذا البروسيس تبارك الله عليك زعما الله يعطيك الصحه فهمتيه كامل، هذا سباق ديال 10000 حواجز، ما فيهش ماشي سباق ديال 100 متر طا 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 انت ساليتي، ولا ما فيهش الحواجز ولا غتسرق الطريق. كورس 10000 متر 10000 متر وعامره حواجز وفي هذيك الضايه اللي كيزلقوا فيها وي وي تتفزق لي سبادري، خاص يكون عندك السوفل، ماشي كلشي كيقدر يكمل لا كورس. تمام فهادشي اللي كاين، يعني هذه مؤسسه محمد الخامس. حتى وحده كاينه من الاخرى، كاينه وحده اخرى من بعدها، كاينه واحد انوف ايديا ديال السي سي جي ياك. هاد انوف ايديا هنا لا سي سي جي، انا عاود تخت منها سي سي جي. هاد انوف ايديا كاين، هاد انوف ايديا كيعطوك على حد العلم ديالي 15 مليون سوبفونسيون، حتى هي دابا لحد الان كنهضروا حنا في لي سوبفونسيون كيعطوها لك، ولكن خصك تكون عندك شي ايده جديده. كيحماقوا عما على شي حاجه عندها علاقه بابليكاسيون بلاتفورم كذا، هادو غالبا كيمشيو معاك في هاد المساله هادي. تقدر تكون شي حاجه تاع اغريكول ولا شي حاجه ولكن فيها شويه ديال الانوفاسيون. هنا الا كنتي مبدع تبارك الله عليك دفع عليها، ولا يقدر يكون البروجي ديالك انت بلدي ولكن فيه واحد الجزء ابداعي يفينونسيو عليك بالضبط، فهمتي؟ ما كاينش فيها مشكل. كاينه مساله اخرى اللي ما ذكرناهاش ما كتبناهاش قبيله تماك، هي غيزو اونتربروند. هذا واحد غيزو فرنسي وكاين حتى في المغرب، وحتى هما كيعطيو على حد العلم ديالي كيعطيو ما بين 10 حتى 15 مليون كريدي غراتوي حتى هو في الديفيغ على 5 سنين، عام العامين الاولى ما يهضروش معك، فهمتي؟ فانا المره اللي فاتت كنت جمعتها هادشي هذا كامل، كنت جمعتها خويا السيم ولقيت شي 140 مليون، فهمتي؟ هادو لي زوبورتونيتي الصغار. ما هضرش على الانطلاق، وهادو ملي كنقول انا كريدي راه كنقول كريدي غراتوي، ما كاينش بورسونتاج وما كايناش فخي ديال الدوسي الا بغيتي كريدي ولا شي حاجه، فهمتي؟ فبالنسبه للناس اللي غيقول لك لا الربا ولا شي حاجه، هادو كريدي غراتوي. يعني اكبر واحد تنجيبو الدريبه وين جا؟ انا ما عمري ما ناخذ شي حاجه بحال هذيك. المهم انا كتبان ليا من المنظور ديالي انا خي اي ريسبكت يو. ف كاينين بزاف ديال الفرص. اي ريسبكت، ملي قلت لها اي ريسبكت يو قلت لها زعما تريسبكت اش كنسميو الايديولوجيا ديالها. فهادشي اللي كاين، واخا خرج واحد الامام قدو قداش المغرب تبارك الله، هضر على انطلاقه كانه ماشي فائده ربويه. عطينا انطلاقه ولكن المهم انا ندوي على السير شكر خدام بزاف في شي المستقبل ان شاء الله. فهادشي هادو اللي هضرنا عليهم لحد الان، دابا بقات وحده اللي انا كنسميها ستاج الوحش، اللي كان اي بليف انت كانت عندك تجربه خايبه معاها لي 212 فاوندرز. لا ماشي تجربه خايبه، غير مير كاب ديالك كان اكبر من ديالو. تمام، شوف اللي كنعطيك $300,000 $300,000 بالنسبه ليه كان والو. احنا كنا كندوي معاهم في عشرات المليون ديال الدرهم، مليون ديال الدولار صافي. هنا في ما قال لك البروسيس خصو يدوز من هذه لهذه. داكشي 3 مليون هي اللي عطوكم 3 مليون ديال الدرهم، ومن بعد عاوتاني شحال بعد عام قال لكم من بعد عام نعطيكم 10 مليون درهم.
حنا ما تفاهمناش قال لهم لا حنا فينا 10 مليون درهم دابا صافي ولا ما كاين والو. هذه واحد شويه هذه بعدا ما يهضروش معاك نورمالمون ما يهضروش معاك حتى اللي بينتي لهم ان الشركه ديالك فيها واحد 100,000 دولار في العام اللي هي مليون ديال الدرهم في العام وخصك تبينها في البيرو فهمتي حيت عام واحد ما كاين داك لاريج ولا شي حاجه فما شغلوش هو شحال دخلتي في النوار هو شغلو خصو يشوفها في البيرو باللي في 10 مليون ديال الدرهم تما كيهضر معاك وكيعطيو ما بين في لي زانفيسمون اللي كيعطيو ما بين مليون ديال الدرهم حتى 3 مليون ديال الدرهم هذا كيتسمى سيد انفستمنت وعاد باش كيقدروا يعاونوك في سيريز اي وبي و سي فهمتي بالنسبه للناس اللي ما عارفينش سيريز اي ولا بي و سي هو الراوند اوف انفستمنت يعني شرحتي لي اللي ما فهمش اللي ما فهمش اللي ما عارفش واحد قارن هادشي كامل قارنوش من دراسه شوف اللي بغى اللي فريمون تيهمو غادي يمشي يقرا اللي تيهمو والله ما عارفوش صاحب الدرجه خيس لا راه شوف اللي تيهمو فريمون هادشي ديال السيد والبري سيد و بري سيري اي والسيري اي والبي والسي والاسبيل غادي يمشي يقرا هذاك عاوتاني عالم اخر يعني كتدخل في المساله ديال ستارت اب انه غانفيستي فيك الناس 3 سنين 4 سنين 5 سنين تقدر تجيك واحد الاكويزيشن تجي واحد شركه كبيره تشري انت كدير واحد اكزيت يا سلام كتخرج من الناس فهمتي هذا هو الحلم هذا هو الحلم ولكن انا شخصيا بالنسبه للكا ديالي ما كنشوفش باللي هادشي شي حاجه اللي نقدر نحط فيها توجيه حيت تعلقت بالبروجي بواحد الدرجه عاطفيه حيت كنشوف مثلا داك النهار كان عندنا واحد 600 واحد صح حنا راه هذا هو المشكل اللي طاري لنا بعيوك حنا كون بغينا نبيعو كون بعنا تمام عرفتي راه مو تاج فهمتي تيقول لك عطينا شي مبلغ قلي جلسنا مع السلطان في الطاوله قال لك حول يوكان بلا ما تحمقوا لنا راسنا وهاكوا 25 مليون دولار قلنا لهم لا راه اكثر من هاكوا قال لك واش نتوما انتريستي تبيعوا لا يلا عطيناكم 50 لا دوي معنا حنا باقي هادشي بحال اللي دوي معايا بغيت نبيع ولدي حنا باقي بغينا نكبروا هادشي بغيت انفيستي معنا مرحبا بك حنا ما محتاجينش كاع هادشي لا جو بونس هنا فين كتوصل في داك كتولي انستوبابل علاش حيت ما بقات كتغلك حتى شي حاجه ماديه يعني دابا ولات مساله عندها علاقه بالايغو ديالك واثبات الذات ديالك انت باغي تثبت ذاتك باللي انت قادر عارف هذا المغرب العزيز هاد القطعه دي مهمه ولكن انت تشوف صاحبي حتى يومي انا صاحبي الله يرحم بها الوالدين عن طريقكم قدرت ندير هذا تماما ما كنقولوش بلي الفلوس ماشي مهمين خصك تركز عليهم بطبيعه الحال ولكن داك الجانب الانساني كيبقى هو اللي كيحركك من الداخل حيت الفلوس غادي توصل واحد اللقطه اللي غتكون كدير اكثر من داكشي اللي كنتي كتوقع وشريتي كاع داكشي اللي انت باغي تشريه صافي بقات عندنا خي زيد 15 دقيقه علما ان هذا اللايف الوحيد اللي ندير فيه ساعتين علاش خي زيد مشيت للمقاوله ما فيهش الوظيفه وهو حيت صراحه عمري ما جربت انا الوظيفه انا عمري ما جربتها ومن خلال الهضره ديال الناس اللي سمعتهم جربوها ما كانتش تجربه زوينه من غير ناس قليل اللي كنعرفهم انا خدموا في شركات اللي كيهتموا بدوك الشركات كيجي للخدمه هو فرحان وانا متاكد باللي كاين بزاف ديال الناس تبارك الله يكونوا خدامين الا ما قلت انا 100% ديال الناس اللي خدامين فيو كان الله اعلم ما انا جيت وشفت لي ناجي كيفاش دايره فهمتي انا حنا عندنا واحد الرول في هذه الشركه هذه ماشي رول تنقولها لهم هاكو تنقول لهم معلم خاصك تضرب واحد الخمس سنين خاصك تخدم ماكسيموم راه انت كتعرف شنو طاري كديفلوبي المهارات ديالك غادي وكتحسن تمام شوف دير شي حاجه نقدروا نعاونك فيها تمام يعني الوظيفه مرحله ديال الديفلوبي راه كاين واحد التغم ديال هاد الناس اللي كيكون هو في وظيفه وفي نفس الوقت كيديفلوبي راسو باش يدير شي حاجه اخرى كيتسمى انتربرونور يعني هو ما بين انتربرونور وما بين خدام امبلوي فهمتي فانا ضد المساله ديال كنبينوا الوظيفه كواحد مساله خايبه ياك كاين الناس اللي كيعانيوا الله يسهل عليهم حيت في الاخر الناس كيهضروا على انا فعلا نقول لك ضدك الوظيفه ديال هذه تجي تبقى تكاليزي لنا وريقاتي لا لا مصيبه طبعا بحال هكا كل مره كتكاليزي كل مره كتكاليزي كيموت واحد شويه منك كتبغي تبيكسيليز بحال هكا لا شوف كاينين اخي الجينيراسيون ديال الوالد ديالي والناس الكبار ما كانش عندهم تشورس جات معاهم ولا ما كانش عندهم تشورس ولكن زعما شي واحد هكا فلاش ديالك مدخل لقاه في المقاطعه تيطبع لا صحيح مازال لقينا دوك الناس الكبار بغيت ملي تجي صايد لقاو داكشي اوتوماتيز تمام صافي ملي يجيو الدراري الصغار تلقى داكشي اوتوماتيز اما لا باقي غادي يطلع شي واحد جون هكا تلقى شي واحد جون بايكات بحال الشجر غادي يبقى يطلع نوض من هنا صاحبي اش كدير كبير ما بين دوز 20 عام ديال الاكسبيريونس
وما بين دوزتي 20 عام ديال نفس النهار كيتعاود. اه نفس النهار كيتعاود. آه. فرق كبير. لا فرق. راه كتلقاه داير لك 2A 1996 حتى 2023 هذا البوست هو راه نفس النهار كيتعاود. وي ماشي كنخدم شي بوست اللي تيخرجوا المشاكل يوميا ولا اسبوعيا شي مشاكل جداد هو كيتحارب معاهم ولا فاهم شنو كيطرا. والمشكل اللي كاين هو انه هذاك الجندي اللي في الصف الامامي اللي هو اللي كيجاليزي السيستيم كامل ما كيتيريش من عنده الدروس حيت هو اللي عايش. ما كيطلعش لك لا ها كيفاش نجريو السيستيم ديال لاك ديال لا فيل داتونت ها كيفاش نسرعوا البروسيس ما كنستغلوش لا ماتيريال ديال تنستغلوا غير الكاش اللي مساله ميكانيكيه. فبالنسبه لعلاش المقاوله ماشي الوظيفه فكيف ما قلت لك ما تعطاتنيش فرصه. حاجه اخرى انا خي سيمو من كنت في تايلاند قبل ما ترجع وقلت لي بلي راه كاين اوبورتونيتي نمشي انا لتايلاند نوقف على شي شغل كان عندك تماك راه وافقت عليها وجاب الله ما تحققتش واخا عارف كنا تحققت كنت غنكون من اسعد الناس. علاش؟ حيت خدام مع واحد الشخص اللي كنحترمو بزاف. فانا ما كنتش انا باش نقول لكم انا ما ضد الفكره ديال لا خص تكون مقاول ولا شي حاجه كاين اللي ما غتصلحش ليه وبعد امبوسيبل كلشي يكون مقاول امبوسيبل فهمتي. فانا وانا نقول لا لا ديجا نقول كاع شوف اخي الا كنتي مرتاح في الوظيفه جود لاك فور يو الله يسر. حتى داكشي راه فيه لي زيشيل وفيه العيبات وصديبو على الوسط اللي انت فيه والوظيفه تنقول لواحد غير يديرها مرحله ديال التعلم وجميع راس المال. وي تماما تماما. فهادشي اللي كاين وشنو اللي درت انا حيت عمري ما خدمت عند شي واحد كنت كنخدم فقط كفريلانس مي خديت الشركه ديالي حاولت ما امكن نخلق احسن وسط فين التيم ديالي تكون كاع كاع الدراري اللي جون اللي طالعين فهمتي ما تيبغيش الجو يكون عندهم وي وي تماما. فكنا كنت يعني تندم مساله الماستر مايند كنكريو واحد الفيلا مثلا كنجيب التيم كامل كنجيب لهم شي واحد اللي قرر لهم السيلز شي واحد اللي قرر لهم الماركتين درناها فواحد لونطير ديما ديما الا جات شي شركه انا تصور معنا دوزام ار تي ام كدا تيقول لي دينا البيرو ديالك بغينا نصوروا معاك في البيرو ديالك نقول له بالربي ما عندي لك الريحي مع التيم في شي بليز يا سلام تيقول لي ويلي انا وحق الله ما عندي يا سلام يقول لك شكل اخي هذا البلان لا هذا غادي نحتاج انا بيرو هادشي اللي كاين قلت نحماق وداك الشيء ريح فين ما لقيتي جر شي كريسوريه هادشي اللي كاين. فكتحاول تخلق واحد الوسط زوين للناس اللي خدامين معاك باش حتى انت ملي كنجي كل نهار للخدمه ما كنحسش براسي بحال جاي للخدمه جاي كنشوف ناس اللي كنامن بهم ناس اللي بغيتهم ديفلوباو كتخلص عليه كورسي قرا هذه المساله سير دير هذه فهمتي كتحاول تكري لي داك الوسط اللي بيت قد قد 9 دقائق سير قلنا اخي السيد قلنا اخي السيد دابا انت الحمد لله نسميو السر واخا ما كاينش السر اشنو هو زعما اخي السيد اللي قلنا لك اخي السيد قول لنا السر اللي غادي خص الدراري مثلا انت اللي مركز فيه اللي الحوايج اللي ينفعوك باش ديفلوبي تي راسك. انا الحوايج اللي نفعوا لي غنقول انا اول حاجه هي المساله ديال النيتوركين نيتوركين بالدارجه بمعنى عارف ولكن العلاقات العلاقات ديالك هما انا كنقول هما تقريبا كلشي من بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ورضا ديال الوالدين كنقول العلاقات هما كلشي الناس اللي كتعرف الا ما خدمش معك هو بالضبط على شي حاجه على الاقل التجربه ديالته غيختصر عليك سنوات ثم سنوات فهمتي. فانا دابا كنامن بها لا لقيني مع شي واحد اللي واعر وما تعطينيش الفلوس حيت انا متاكد دابا ماشي نقول لك لقيني يقدر يقول لك انا ما تلاقيتش به انا اخي استفدت من ناس في امريكان اليومين هذا ما عمري تلاقيت بهم في جوات تمام افكار جديده تعطيك حوايج يعني كاينه من الحوايج اللي كنت درتهم وانا هادي النهار اللي كنت راجع من عندك من الخميسة اخي السيمو قسما بالله وعندي في النوت بوك ديالي الى يومنا هذا قبلت الصفحه الاخرى ونكتب فيها شنو هما لي ريسورس اللي عندي شنو من الريسورس باللغه العربيه شنو من الموارد اللي عندي الموارد بالعربيه شنو عندي شنو الحوايج اللي من غير الفلوس شنو راس المال اللي عندي من غير الفلوس وانا نلقى حيت ديك الساعه انت رفضتيني وكرفضتيني بالادب وبالعكس قريتيني يعني انت قلت لي انا ما نعطيك شي 5 مليون ما غنسلفهاش لك سير خدم على شي حاجه رجع عندي بطبيعه الحال حيتاش بزاف ما تقبل لا لا الله يودي وانا فخور فهمتي الله يحفظك ماشي شحال من واحد تيطرى مع هذا الكونفليكت على قش بنادم تيجي يطلبك تيبغي يسمع منك يسمع من عندك لا تيتشقى معك الهضره وانا بالعكس انا كنهضروا عاوتاني على واحد السكيل كنهضروا على واحد السكيل اخر اخويا رضا اللي هو الذكاء العاطفي انا ترينيت على انه لي ريجيكسيون كنعرف كيفاش نتعامل معاهم لا الداخل والخارج ما ريجيكتيش ما عمري ريجيكت شي واحد اللي كنقول ليه شري فراد الهضره اللي كتقول راه غايبه انا تيبان ليا واحد جوج ثلاثه يعني سير دير واحد جوج ثلاثه الله يرضى عليك تماما. فهذيك رجعه في التران كتبت شنو من الموارد اللي عندي منهم لونغلي منهم تقنيه ديال التواصل عارف راسك نقدر نهضر مع الناس نقدر نقنعهم
وانا نجي وانا نكتب الاسماء ديال الناس اللي يا اما كنعرفهم يا اما ما كنعرفهمش. كنتي انت كنطار العالمي كان واحد الدراري على الصناعه كيدير الاي اي تبارك الله في لندن، كانوا كان محمد امين بالعربي واحد الدري زكريا، يعني كتبت الناس اللي كنعرفهم نقدر نوصل ليهم والناس اللي ما كنعرفهمش وما عمر ما وصلت لهم فهمتي، وكل واحد كتبت تحته فين يقدر ينفعني بالضبط بان مجال فهمتي. الا ما كانش غيفعني هو مباشره غالبا كيعرف هو شي واحد اللي يقدر يكونكتيني معاه فهمتي. مثلا انا دابا كنعرف واحد السيد اللي عنده علاقه مباشره مع كلينتون، مع بيل كلينتون وهذه واحد القاعده كان قال لي واحد السيد، قال لي غالبا بينك وبين واحد الشخص اللي واعر جوج الناس ولا واحد واكسين وصلنا لهذه النقطه هذه ديال بيننا وبين اي واحد واحد يعني الاخر فهمتي. فهاد القضيه نفعتني بزاف يعني حتى دوك لي ريسورس. وهنا كتولي واحد المساله مهمه، كتولي كتنطلق من شنو اللي عندي ماشي لا ما عنديش الفلوس، يعني قلت بلاتي نشوف واش نقدر نطفرو بهادشي اللي عندي عاد باش نشوف داكشي اللي ما عنديش. فالمساله هادي فريمون نفعتني بزاف لي نيتوركين كما قلت، الرضا ديال الوالدين وتوفيق الله سبحانه وتعالى خص تكون متصالح مع الذات ديالك. الا كنتي كون راك تدخل للدار وكتضرب مع مالين الدار راك ديجا في الناقص غايقول لك وانا تندخل شي ضربو معايا لا ضربو معاك ميل وي تماما. ومساله اخرى الا كانوا والديك صعاب ولا لونتوراج ديالك صعيب، عندك واحد صحاب لي توكسيك بدلهم، والدين ما تقدرش تبدلهم، ولكن دير واحد القاعده اللي خدمت بها انا. كان عندي واحد صديق لي توكسيك بزاف، كل مره كنقول هذا ما بقيتش غنهضر معاه. واحد المره تفرجت واحد الفيديو عاوتاني لواحد المينتور اللي هو مينتور ديالي ولكن عمر ما تلاقى بيا فهمتي، انا معتبره مينتور ديالي ياك، وقال واحد المساله مهمه بزاف اليوتيوب ولا في اليوتيوب مزيان قال لي سولتك السؤال في اليوتيوب قال لك اي شخص صعيب كتلاقى معاه حاول دير لك اختبار للطوليرونس ديالك الصبر ديالك على التعامل مع الناس. علاش؟ حيت هو داك الشخص اللي كتلاقى معاه تقدر تغيره صديق، تقدر تغيره، ولكن تخيل معايا واحد النهار خيستي متفض عليك واحد البوس ما يقدرش يدلو وكان توكسيك، راه تكون ترينيتي في هذاك صاحبك اللي توكسيك فهمتي. والله خليتي ولكن وقت ما كيجي واحد صعيب كنشوف ارندرينا راه فهمتي، كنشوف واش انا نقدر نكون دبلوماتيك معاه نسيس معاه نعرف كيفاش ندير هكا ونخلي المامنين يدوز. ولو دابا كيجيني داك لونطريمان اللي درته كيجيني دابا اصعب كليان في الكون، كيجي شاعل كنبرد وكيخش فرحان تقول الله يرحم ربك فهمتي. علاش؟ حيت ترينيت واحد صاحبي اللي كان صعيب مزيان اخي، واحد صاحبي اللي قلت لك كيفما غلطه فهمتي، كنخلق ليا المشاكل في حياتي، كان ممكن نقول السلام عليكم انت ما بقيتش نهضر معاك وكنبقيتي كنتريني معاه شي 7 سنين ولا 8 سنين. شوف انت كاقوي النفس الطاو ماراطون ماشي وانا تنقول لهم البارح تنقول لهم راه سيمو لايف لونسينا البراند ديال سيمو لايف 15 ابريل 2012. هاد 15 ابريل شحال بقى؟ 9 ايام. شحال بقى 9 ايام. 9 ايام غادي نكملوا 10 سنين تبارك الله. 10 سنين نقولوا الدراري ديما شوف من هنا 10 سنين اي ديما بقات اي لعيبه شوف من هنا 10 سنين تماما. وزعما شوف سيمو لايف والله ما كنا دايرين شي خدمه ولا شي ماركتينغ ولا شي حاجه على حقه وطريقه، اللي درناه هو 10 سنين اما زعما كون عطينا اخي زيد الدق للبراند از بيرسونال براند 10 سنين الخدمه واعره وهلي، ولكن ضعتنا غير خدمه مرخوفه وكذا و... تماما انت صافا المهم هو الاستمراريه و10 سنين الصاد المهم هو السيمو لايف فكره والفكره لا تموت. فالمساله الاخرى اللي مهمه بزاف وهذه فريمون عاونتيني بها يعني ما كنعرضوش على السر، هو ما تبقاش تركز على الحوايج لي سوبرفيسيال، الحوايج لي ثانوي نركز على النمبرز. ملي كنهضروا على بيزنس كنهضروا هضره معايا على شحال كتدخل وشحال كتصرف فقط، يعني داك البالانس شيت وريني شحال كيخرج وشحال كيدخل. الا كان داكشي اللي كيدخل اكثر من داكشي اللي كيصرف المهم بالنسبه للبيزنس ديالك ولا بيزنس شنو اللي مهم ليه؟ انت مهم عندك شحال من اللي دخل، شحال من اللي اتصل تيبيع في النهار، شحال من اللي تكونفيرما، شحال من واحد جا عندك البيرو، شحال من واحد كلوزيتو ومشى يقرا على برا، داكشي اللي يعني غتخليك انت في هادو ما تماما. حيت دابا شحال من واحد كنشوفو خصوصا الدراري اللي باغيين يتلونسو ولا باغيين يدفعو للدعم كتلقاه داير بريزونطاسيون بيتش داك باش يبيتشي على بنادم، وكتلقاه مشى لينكد ان وانستغرام كتب سي اي او اوف، هو سي او اوف باوربوينت دوكيمنت، هو سي او ديال واحد البريزونطاسيون سي او. والله اخي انا ما عمري كتبت سي او لا بزاف يعني واحد المساله اللي ولات شائعه بزاف وهذا غلط، بلا بالعكس ركز على الفوندمنتالز. وهذه واحد المساله خويا السيمو مدة عامين وتوجيه كاينه بنادم ما عرفش بلي انا هو مولا ما كتبهاش انا في انستغرام ما صارهاش فهمتي. حتى كنا تلاقينا مع وزير التربيه والتعليم العام اللي فات التعليم العالي السي سعيد امزازي عاد باش ديك الساعه بنت في الواجهه قلت صافي هذه الفرصه زعما هذا هو الوقت حان الوقت باش نقول للناس باللي انا راه عندي واحد المشروع. ولكن علاش كندير هذه المساله ديال مخبي هذا العامي؟ كنت خايف من الايغو ديالي اخي السي خفت لا بنادم ديال السمخ عليا ولا انت تولي بحال دوك السيولات الكتاع شحال السيولات بقاي كنبيتشي وكنبغي زعما والله هذه
بسيشيكمون بروفي موت باتا. ماشي هادي تقطع بها جوج دقائق ولكن حنا نقطعوا بها جوج دقائق. والله الا هادي موت باتا كيقول لك الا كانت عندك شي فكره في عقلك ودرتيها بي دي اف ولا باوربوينت ولا غير دويتي عليها مع شي واحد شحال ما بارطاجيتيها شحال ما عديتهاش عقلك كيكونسيديري بحال الدارت كتغراتي فيها خاصها تسكو عليك الدارت صافي سهل الجد شحال مسك. علاش نقول للدراري ما تدويش ما تدويش على الاهداف ديالك ما تدويش ما تقولش شنو بغيتي دير علاش حيت الناس غيصفقوا عليك من الاول ودماغ كيتستريكا وكيتسحب لي بلي ديجا وصل لك الهدف حيت جاب ديك الغراتيفيكاسيون جاب ديك اللذه ديال الوصول في الدماغ فهمتي كيناقص وهذا مشكل كبير بزاف حاجه الاخرى وهذه حتى هي اللي كانت من الدروس الكبار اللي خديتو عند كاباسيمو هو راه حسيت انا والاستاذ لا والله الاستاذ جي فهمت بزاف الاساتذه والله دراري السلام عليكم والله فالمساله حتى خصنا نعترفوا خصك تكون قادر يعني مثلا شحال من واحد ما يرضاش انه بعدا كيقول راسو سي اي او بان مع الوزير وكذا ويقول بلي انا جيت عند السيد قلت ليه سلفني هذاك اخي مات هذاك ما تيقتش في شي حاجه فهمتي كما كاين بنادم اللي بزاف لعب هاد البوزات وكذا ما تيمشيش بعيد شوف اخي راه وحق الرب اخي لا اجي ندوي فيها عاديه شي وحدين في هاد البلاد هادي راه تيبانوا عرفتي السوشيال ميديا وحق الله الا تيخلعوا تيجي تقول لك خويا السيم راني مزير في الفلوس سلفني هادشي ماشي انايا بزاف ديال صحابي اللي دايرين بيا الا شوف شي وحدين راه عرفتي واحد الهيبه وحق الرب عليها فهمتي واحد وما يقدرش يقولها ولا كذا تجي ما صات السوشيال ميديا لاعب السيطان احنا غاديين لواحد ليفيت السيطان احنا كذا السيطان احنا كذا السيطان احنا كذا وتنريح معاه تنقول ليه برو هاني سلفتك هاد المره ولكن حتى انا نبقى نكمل في هاد الحياه هادي والله خويا الا انا تنحط راسي براسك الا هي كما كنحط راسي براسك كنعيا ولا السطر هز انت واحد الثقل خايب واش نهار صاحبي راه تعرف تماما يعني الوضوح شي حاجه مهمه بزاف يعني المهم الحاجه الاخرى اللي بغيت نقولها هو واللي نصحتيني فيها وعاونتيني فيها بزاف هي مساله ديال انه البيزنس خصو يكون عباره عن واحد السوفت سيستمز واحد البروسيس كل شيء على البروسيس الا ما كنتيش خدام بواحد البروسيس من الاول حتى الاخر اللي كنت عطيتيني مثال ماكدونالد وعطيتيني كتاب كادو اللي هو الايميت من احسن الكتبه اللي قريتهم في حياتي يعني كي سامبليفيك شويه وانت كتقرا اخيرا انت راه زعما ماشي السطر هذا انا هو عرفته هاد السطر في دراسو باش نجيو من الاخر ماشي يجي واحد يقول لي وانا اخويا فيدني كما فتي الزايد هاد السطر في دراسو كنعطيك كتاب تمشي تقراه كنقول ليه شوف هاد الفيلم هذا تفرج في الفاوندر ديال ماكدونالد تفرج فيه تمشي تقول لي شحال تمشي تيد راه ولكن راه 99% خا ديال باش انت نجحتي راه ديالك راه 1% اللي ديالي لا لا كاين لا اخي لا خا الزايد لا البركه هي ديك 1% تندوي تتمشي راه كاين اللي تبقى عنده واحد لا كاباسيتي سميتها المعالجه كياخذ من عندك لا دوني كيعالجها كيعطي لراسو الوقت يقراها ويفهمها ويدورها 360 درجه ويعرف فين غيحطها ايتترا كاينين الناس اللي كيسمع ويبقى يسمع ولكن كيولها بنك د النصائح جامع ولكن شو وكاين ما تيمشيش اخي رضا كوني تيمشي عندنا واحد الدراري صاحبنا كيعرفوا غيساني بحال واحد السناك ديالو غادي مزيان تصور دابا عامين كنطلبوا تنرغبوا تنقول له الصاد راه خاصك تفرج واحد الفيلم سميتو ذا فاوندر راه انت هو اللي ممكن تكتاز هاد البلاد هادي وتحل البانيني في كل دوره في كل صناعك في كل هتربجها انت هو اللي كنشوف فيك تصور الصاد هذا ما عطاش راسو حتى ساعه ونص ساعتين يتفرج في ذاك الفيلم عامين وانا تابعو عم ضرب تفرجي في ذاك الفيلم خويا راك عارف دابا مع السهرات الحفلات تخرج مع التيتيزاك دا الطان الله كتسالي بالليل عيان كطيح تنعس عامين وانا ترغبوا على فيلم هاد السطا داز زوين ليه تقول لها كتاب كيمشي لا مشيت هرتو ديك الساعه حتى ديك الكتاب وواحد المساله كتعاوني نتعلم داكشي اللي كنقرا هو كيمشي كنقرا للناس اخرين كنمشي نريح كنجمع ثلاثة ولا أربعة الناس كنعاود نهرد عليه شوف شي هادي كنخدم التيم كنجمعو كنعاود نقرا داكشي كتشوف المعالجه اللي درتي تماما انا تماما كتاخذ من الكتاب كتدور ولكن انت كتيستي راسك شنو استفدتي كتعطيهم الخلاصه ديالك الدراري في راسك الوحده الليل وحنا باقيين شادين 7000 واحد اونلاين اخرى اللي نزيدها اللي هي حيت كاين اللي غيقول لك واه خونا بينا في قرايه داير نضادروا اللعيبات انا ما كنتش ما كنتش كنهز الكتوبه والناس اللي تبعوا اللايف من البدايه وقلت لهم بلي كنعاني وعندي مشكل ديال الاي دي اتش دي وانا ما كنقدرش نركز في راه الصفحه
كنقراتي عاوتاني ثلاثه ولا اربعه المرات حيت مازال كنسها بالزربه فراه كنتقاتل باش نقرا كتاب واحد دابا وليت كنقرا يوميا كنقرا 10 الصفحات مع كتاخذ ديك الوقت 10 الصفحات ساعه وي ساعه ونص عرفتي علاش انا غادي كنقرا في الجمله مشيتي تلقات الا قريت كلمه الدراغون مشيت للشينوا وقال لي الدراغون طايح كنقول عاد بالله الشيطان الراجل عاود رجع من الاول تنمشي عاوتاني جلست نقرا انا وليت كندير وليت كنفورسي راسي كنحيد لي نوتيفيكاسيون كندير الكورونا وليت كنوصلها دابا ل 20 دقيقه 18 دقيقه 10 صفحات مزيان انا داير في الجولز ديالي يوميا 10 صفحات وليت كنقدر نوصلها ل 20 دقيقه 18 دقيقه والله شوف كنحييك راه لقيتها انا قسما بالله الا اليوم الا خطات شي ساعتين تلو انتي ساعتين تنضرب تنضرب ولكن اي دي اتش دي انا شخص مريض في العقل ديالي تيهرب ليا الله كان بدا طن 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 كل قال مشى مع حتى نقرا شي فكره تما الا قريت انديا مشى للهند مزال وقال لي راه ما مشيناش للنيبال ديك المره مشى نطلقوا هذاك الشيء في كومونتير الدراري ويل نطلقوا صافي ملي قال الغيساني الدراري كنت نقطع اللايف غيساني قال لك طلق لهم لي كومونتير شو السطر هذه وحده الليل وباقي 7000 واحد صاحبي بزاف الدراري بزاف الشباب كنحييكم كنتمنى نكونوا كنقدموا شي كونتنت ماشي كنتمنى راه فريمون هادشي اللي كونتنت ناضي الدراري ديما الشباب نبقى نجيب شي شاب بيانسبيرينا شي شاب بيانسبيرينا بزاف ديال الشباب هاد لايف دوك لايفات اللي خصك اللي غيتسجل ما تقدرش تفرج فيه انت كل شهر ثلاثه ويعاود يشوفو بزاف ديال الدروس اللي يقدر يسجل اخاي تا الحلقه معاك اخاي الشكر والله الا اخاي الا جاوني سام ميساج داكشي الطوب فهمتي تقول لك وبالعكس كانوا تينتقدوني انا تقول لي الله يحفظك خي السيم ولا عاوتاني تفرجتي في اللايف راه قطعتي الشكر اربعه المرات حسبوها الدراري حسبوها عافاك خليه يدوي وخليه يكمل الفكره وبالتالي الاخوان غادي نجيبو السير الشكره ديال الحلقه كامله ديال غير حنايا غادي نجلسوا الحلقه سميتها ويد مستر الشكر شنو اخاي غيساني لي كومونتير انا ما كيطلعوش ليا اقرا الناس تم كومنت باش سير اخاي الزاهر بغيت ندخل من عندك شوف الدراري عندكم شي حاجه طرحوها تمايا ندير واحد لي كلشي تيشكر الحمد لله اخي الحمد لله المهم اخي حنا مكلينا هك الدعوه المهم الدعوات ياك اخي رضا شكرا اخي خي سيمو واش مازال فينا نمشيو ناكلو غادي نمشيو ناكلو غادي نمشيو نتسحروا والله شوف هادو كاملين حطوا حنا خمسه كل جرى باغي يمشي ياكل غادي نمشيو اخي زايد ناكلو شكرا للناس اللي تبعوا معنا اللايف من البدايه حتى الاخر هادشي فريمون كيعني بزاف اخي انا هادو ماشي فولورز هادو راه كوميونيتي شوف انا اي بيليف هاد الجايز هادو ماشي زعما الا بغيتي دير شي شونجمون ولا شي حاجه خاص يكونوا شويه ديال الناس مامنين وهاد الجايز هادو مامنين فهمتي مامنين راه ممكن فهاد البلاد هادي تسمع شي حاجه بلا دوك اللي تيبقى يبكي ويشكي علينا وكذاك داكشي اللي بزاف ديال الشباب صوفا ولله الحمد وهادوك الشباب اللي صوفا وكنجيبوهم معنا عاوتاني في دي زانترفيو بحال لوكا ديالك وتي انسبيري لنا بزاف ديال الناس تمام علاش اخي السيد انت ما درتيش الاي كوميرس علاش شحال من واحد كيسولني بعدا واحد السؤال كيفاش انت صاحب السيمولايف وما دايرش سميت الكتاب وسميت الفيلم علاش جبتيهم الفيلم ذا فاوندر الكتاب ضر وسط لي صايب ماكدونالدز كتب لي تكتب لي هنا وبيني الكتاب ديال ايميت انا نكتبو خلي اخي الزايد وانا صافي انت انا نكتبو اخي الزايد بلا ما تعتب راسك نكتبو من هنا سير على الله شفت هذاك الفونت كرول نديرو انت داك شنو كيسموها ماشي المود بورد كيسميوها الفيجن بورد الباك جراوند كامله يا سلام فيجن بورد يا سلام قال لك سعيد بقينا في الجوز فاوندر الدراري لا ما سمعنا خير سميت الكتاب ذا ايميت ايميت ريفيزيت خويا هذاك الكتاب عرفتي بكثر ما هو بسيط عامر صبر فينا هو السيل شكر باش ما طالعش عندي انا كاع ما تيطلعوش لي كومونتير هنا ما كيطلعوش لي كومونتير تما كتبوا لي فولوي واه كتبوا لهم السيل شكر يتبعوا لي كومونتير صافي شوف جايز الكتاب سميتو دي اي ميت شوف الكوفر ديالو هنا كاع يقدر يسكريني بنادم والفيلم ذا فاوندر زعما خاص اي واحد اخا يتفرج فيه الجوج انا تفرج فيه ثلاث المرات شوف تفرج فيه بلا حتى هذاك الصوت تاعك حتى لي راه ما كتبها هو كيفاش داير بلا شي نخلي لهم باش يسكريني ذا اي ميت
سكرينيه وما عرفتش كيفاش كيبان لهم واش كيبان لهم دابا كيبان لهم معكوس ولا كاين اللي يخدموا عقلهم شويه هادي تماما صح يشقاو عليه شويه تخليه ايميت ريفيزيتد و ذا فاوندر شي حاجه البارح قلنا جوج كتبه هو سميت الكتاب كومباوند ديفيكت احسن لا كتاب هذا الكتاب رائع تا وكاين عندك كاين الكتاب اللي تا نفعني بزاف هو تينك اند جرو ريتش هذاك جاني انا رائع كان فيه واحد البلان اللي زوين بزاف قلت لهم راه كان فيه واحد البلان اللي زوين شنو فيه ولا الفاوندر هل الفيلم كيفاش دايره هو قصه ديال ماكدونالد واي هي الصدر ما عنده تعلق بماكدونالد وهذا الدراري كانوا فكر سمارت لانه هو فكر بنت له فكره كبر من داكشي اللي كان كيتصايب وهذا الدراري ماشي اشاره ديال ماكدونالد بيكوز اي هيت ماكدونالد ما عنديش مع الماكلاج ماكدونالد ما كنحملهاش مي نمشي مع خديجه بحال شي اشاره تاع ماكدونالد نو جايز ما كنمشيش لماكدونالد كنمشي لها مره غير لا كان شي صاحبي عرضني ولا شي حاجه ما ماكله ما خاي سيمو شوف يو دونت هاف تو اكسبلين المره اللي فاتت كان وقع لواحد الدري صاحبي واحد المشكل مع جلوفو وانا يعني طلع لي واحد ليرور هذاك ليرور شوف الدارجه بلي حنا ما واقفينش على فلوس وانا نجي وانا قاد من هذاك الريل هو يمشي فايرال ويدير بوم والديريكتور جنرال ديالهم بدا كيدور طنطان لقاو شي حل هذا كامل رجعت ياك انا شو هجوم زعما وجه واحد يقول لي هذا اشهار هذه الهندسه العكسيه درتي لينا كيف ما درتي لا الفاوندر اخي واحد الفيلم اللي انا عزيز عليا الصات اللي فاوندا ماكدونالد از سمارت القصه وقيلا غتلقى البلانات تلقى هنا انك تعلينا على ما بيها درتيها كيفاش درتيها شنو هما المشاكل لا هادو واحد اللعيبات كنا حطيناهم باش يلايكيوهم كذا شباب اللهم يسعد طلعوا لنا فراسكم مشاو الدراري نشوفوا فين تعشاو بالتوفيق للجميع يلاه الدراري الله صبر 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 نوريهم الاجواء هو كان معنا الحرقه برعايه السريضه السل شقر السغيساني احنا باقيين حتى دابا في لوفيس جايز طلعوا لنا فراسكم بالتوفيق ليكم الله يعزكم الله يحفظكم حتى غدا ان شاء الله ولا بغيتي تجي خير شقر كاع غدا يكون واعر نحطوك انت هنا